بعضهم ما كاش منها. ما كاش مقتنعين قايتك بات تغير بيتنا حوقع. هموتان بالتي لا ينفضي معرزان ضد الجرسان ضد الجرسان وما بالبطل سن يسكن ولا النوم هتان ضد الجرسان ضد الجرسان
الزلف لون، مساء الخير عليكم، بونسوار تو الموند، ومرحبا بكم للحصه الجديده تاع الترناتيفي. وصح فطوركم. اليوم نستضيف مناضلين، زوج مناضلين من جيلين مختلفين، جيلين تاع الاستقلال في زوج، لكن من ماشي من نفس الجيل. المناضل محمود راشدي، الأمين العام السابق لحزب العمال الاشتراكي، للنشاط تاعو تم تجميده عنده عام دوكا تقريبا. كذلك شاعر، كان عضو في فرقة دبزة الملتزمة، لو جروب دبزة، سي با ولا محمد تجديد يعرف لا تروب دبزة. دونك معنا كذلك في هذه الحصة المناضل وشاعر، شاعر الحراك، محمد تجديد. دونك سي ان فري بليزير دو فوز اكويير سور الترناتيفي اليوم في زوج، باش نهضروا على الحراك. الحراك بمناسبة الذكرى الرابعة لاستقالة بوتفليقة. بوتفليقة كان استقل يوم 2 افريل 2019 بعد 6 أسابيع من المسيرات في كل الجزائر، وبخصوص الجزائر العاصمة، وبعد الأسبوع الثلاثاء، ثلاثة السادسة كذلك، ثلاثة نهار ثلاثة، كان الطلاب الستوديون كانوا يمانيفيستيو في ألجي. دونك في السوار تاع 2 أفريل، البريزيدون بوتفليقة، الرئيس بوتفليقة، il a été contraint de démissionner. ودوكا اليوم نهضروا على هذه الذكرى. والسؤال تاعي الاول اللي نوجهه للضيوف تاعنا هو كيفاش عشتوا الاسابيع الاولى يعني في العاصمه، ونسويت راح نقولوا علاه اخترنا يعني لو تيتر هذا تاع لا تيماتيك حراك العاصمه. كاين بزاف اللي يقولوا لنا داير، قالوا لنا في دي ميساج، وعلاه الحراك كان في كل الجزائر، دونك في كل المدن ماشي غير في الجزائر. ورايحين نهضروا على مساله الحراك العاصمه، واش من السبب اللي خلانا نديروا لو تيتر هذا. دونك السؤال الاول اللي نوجهه لمحمود راشدي ثم لمحمد تجديد، كيفاش عشتوا الحماس هذاك اللي تاع الاسابيع الاولى؟ الاف المواطنين، عشرات ولا مئات الالاف المواطنين اللي كانوا يهبطوا في شوارع العاصمة، كانوا يجيو من باب الواد، كانوا يجيو من الحراش، كانوا يجيو من ألجي سنتر، ويتلاقاو في جوايه لا غروند بوس. يعني واش من الذكريات اللي عندكم في زوج يعني الأسابيع الأولى، ومن بعد وكيفاش عشتوا واسمو الخبر تاع استقالة رئيس بوتفليقة؟ دونك نبدا بمحمود ونسويت محمد. تفضل محمود. حاجة الأولى يعني نشكر القناة تاعكم، ونشكر الاستضافة، ونحيي يعني بهذه المناسبة كل اللي راهم يتبعوا فينا، ونقول لهم صحة رمضانكم. بلا ما ننسى بطبيعة الحال المناضل والفنان الشاعر اللي معروض معايا محمد تجديد، اللي يعني برز كوجه أصبح معروف في طريق الحراك، واللي قاسى ومازال يقاسي مثل على كل حال الكثير من الجزائريين من القمع، من السجن، من الاعتقال. ونحييه بصفة حارة وبصفة أخوية يعني قلبية في هذا اللقاء. يعني السؤال تاعك تقول ذكريات كثيرة بزاف يعني الحراك، لأن الحراك كما يعرف الجميع دام مدة طويلة نسبيا يعني قولوا سنة على الأقل. ويعني البداية تاع الحراك واحد ما كان ينتظر على ربما ماهوش الانفجار هذاك، ولا الانفجار كان على كل حال ظن كان موجود في يعني في التفكير، كان موجود في اللي تي دون لير كيما نقولوا يعني. ولكن كان نوعا ما مفاجئ. كان موجود في الضمائر، كان موجود في يعني في دون لير كما قلت، لان
يعني كنا دخلنا في المرحلة هذه تاع الانتخابات الرئاسية اللي يحبوا ينظموها في أبريل 2019، ويعني المعارضة لاستمرارية النظام واستمرارية بوتفليقة في الحكم الأخير كانت يعني معروفة موجودة وكبيرة في المجتمع، وكذلك يعني كان بداية كانوا ظهروا سنوات من قبل، ولكن كي قربت الانتخابات يعني ظهرت أكثر الانشقاقات داخل النظام نفسه. ويعني الحراك لما تعلق واحد ما كان يقدر يقول باللي الحراك راح يأخذ هذيك البعد وهذيك الاستمرارية وهذاك القوة يعني فرضها الحراك، وأدى إلى كما قلت أنت الذهاب، لأن لما نقول استقالة ما كانتش استقالة يعني بوتفليقة بغى يروح، لا بالعكس كانوا يحضروا في العهد الخامسة وكانوا مملي ولاو ضد بوتفليقة من بعد الأسابيع اللي مضات، من في يعني في مستوى السلطة والدولة والجيش ولا اللي كانوا يقولوا العهد الخامسة وكانوا يبيعوا في العهد الخامسة يعني الشعب، يعني الحراك فرض عليهم تغييرات وميزان القوة تبدل، الحراك فرض ميزان قوة جديد، والآثار تاع الحراك ما زالت موجودة اليوم رغم بلك الارتداد نتاعو بلك يعني الرفلو كما قلنا يعني الجزر نتاعو اللي راه اليوم، ولكن الحراك فرض يعني هذا التغيير، ولكن ما قدرش يحقق يعني من بعد كاع المطالب، وكان لي فرصه باش عبرت يعني ما عندكم على الرؤيه نتاعي للحراك في الجزائر العاصمه. احنا الجمعه الاولى تاع 22 فبراير الى نعتبروها بدايه الحراك، ولا حتى وان كان من قبل في مدينه خراطه وفي مدن اخرى ولا، ولكن يوم 22 فبراير يظهر لي يعني وتاريخ اللي يعني توسعت فيه المظاهرات، بدات فيه المظاهرات في مناطق مختلفه تاع البلاد وخاصه في الجزائر العاصمه، والجزائر العاصمه هي مركز السياسي تاع البلاد، هي يعني وين كاين وكاين يعني لا كونسنتراسيون تاع وسائل الاعلام تاع، وكاين السلطه كذلك، كاين السلطه في الجزائر العاصمه، كاين المقرات نتاع كاع الاحزاب السياسيه التنظيمات، كاين مواد الى اخره، دونك ثاني يعني سي اون كونسنتراسيون اربان، يعني هي اكبر قطب في الجزائر كقطب عمراني ولا سكاني ولا يعني، دونك الجزائر العاصمه نقدروا نقولوا الريتم نتاع الحراك الى اخره كان يعني مبني على ايضا على نوعا ما الجزائر العاصمه. احنا كنا في مؤتمر يوم 22 فبراير 2019 في لقاء في حزب العمال الاشتراكي البوب في البي اس تي، كنا دايرين لقاء وطني مؤتمر الى اخره، وحبسناه وخرجنا نشوفوا المظاهرات، درنا امبوز يعني باش نشوفوا واش وقع واش راه وقع، هذا باش نقول بلي يعني ما كيكونوا لي ريمور هذوك يعني يمشيوا بلي يمكن كاين مظاهرات ولا كاين حاجه، ولكن يعني نهار تصرا نشوفوا بلي الانفجار هذاك يعني ما كان نوعا ما ايضا مفاجئ، هذا رغم واش قلت على المقدمات يعني الحراك ولا الانفجار هذا كان يعني متوقع نوعا ما. في الجزائر العاصمه يعني الجمعات الاولى للحراك يعني من بعد نوعا ما الاقطاب تاع الحوم في الجزائر العاصمه اللي بدات تظهر كاقطاب اللي ينطلق منها الحراك، هي كانت يعني شيء فشيء اصبح باب الواد، نقدر نقولوا باب الواد اصبح يعني هو منبع ولا مصدر لمظاهرات عارمه شعبيه اللي تجي من باب الواد، والحي الشعبي ثاني المعروف بالكور، نقدر نقولوا يعني بالنسبه لمركز العاصمه سونتر يعني وسط المدينه، نقدر نقولوا كان قطب في غربه في باب الواد وقطب في شرقه نوعا ما في بالكور. مين كان يقولوا على الحراش؟ كاين اللي يهضروا على الحراش ثاني؟ لا الحراش ايضا، ولكن الحراش كانوا يعني بالك يلتقيوا من بعد مع اصحاب بيلكور، ولكن بيلكور ومام يعني ساحه اول ماي اللي قريبه من بيلكور كانت هي ثاني يعني يعني جيو لساحه اول ماي، دونك بيلكور نقدر نقولوا وتنطلق منها يعني يعني هذا الشيء اللي كما احنا نقولوا يعني مركال ولا بوينت كونفرجنس يعني نقطه الالتقاء
كانت في 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 وسط المدينه في جهه البريد المركزي والجامعه المركزيه وصح السودان الى اخره. يعني كان تم التمركز نتاع هذه المظاهرات العارمه. وفي البدايه نقدر نقول بلي كانت مظاهرات عارمه وعارمه جدا. الحاجه الاخرى اللي نحب نقولها بالك باش في هذه المقدمه هو بلي وهذا كنت ذكرته يعني في كتابات وفي تدخلات عديده بلي في النظره نتاعنا يعني الحراك في البدايه كما نعرف انطلق على يعني رفض الاستمراريه الخامسه رفض العهده الخامسه وكان يعني الشعار متركز اكثر على بالك هذا المطلب. ولكن الحراك عرف قفزه نوعيه مهمه ظن بلي في التاريخ ولا يعني يكتبوا التاريخ هذا تاع الحراك الاخير لابد من التطرق اليه بلي عرف قفزه نوعيه ولا ما يطالبش برك بالعهده الخامسه ولا انما برحيل كل النظام. مي اسكو اسمو تقدر تقول لنا ا بارتير دو كيل مومون اسمو القفز دار القفزه النوعيه هذه؟ نقدر نقول لك باللي يعني قبل بالك الاستقاله ذهب الرحيل طرد نتاع بوتفليقه قبل الطرد نتاع بوتفليقه. ولما نقول بوتفليقه ما نقصدش الشخص هذاك المريض اللي كان ما بالك ما يحكمش كاع اللي بالك كان سوبرفيزيون يعني الاخرين. نتكلموا على النظام اللي كان يمثله السلطه اللي كان يمثلها وكل يعني المستفيدين من النظام اللي كانوا حوله واللي كانوا يدعموه في العهده الخامسه. هذا يعني القصد. بالك قبل ما يروح بوتفليقة الأفكار هذه يعني رحل النظام لأن على بالك باللي يعني في النضالات في الكفاحات في التجندات هذوما الكبرى اللي عبروا يعني في على مرحلة معينة تاع أزمة سياسية اجتماعية اقتصادية كبيرة يعني الوعي والسقف تاع المطالب يعني يتطور شيئا فشيئا. والشيء الأساسي هو هذا القفزة النوعية اللي داير النظام من بعد ولا يقول كاين الحراك المليح المبارك اللي داروه في الدستور الأخيره والحراك اللي ماشي مليح الحراك اللي ماشي مليح اللي ولا يقول راح النظام يتنحاو كاع إلى آخره. يعني هذاك هو اللي ما عجبهمش على خاطر هذاك يطرح المسألة بصفة جذرية يعني يقول النظام كامل وإذا الاستمرارية تاع النظام اللي بقات من بعد يعني الحراك من أفريل إلى آخر من ذهاب نتاع بوتفليقة يعني أصبح يطالب بها. وكاين مسألة أيضا أساسية ونكمل عليها في رحيل بوتفليقة بما أن الموضوع هو أن ما ننساش باللي المطالبة برفض العهدة الخامسة إلى آخره يعني وذهاب بوتفليقة يعني كانت لنشفاب في البداية يعني كانوا حابين يفرضوها من بعد شافوا ما يقدروش يفرضوها نظرا لهذا التجند العارم اللي سميناه الحراك الحركة الشعبية الكبيرة اللي مست خاصة كل الولايات وكل المدن مش الولايات برك يعني ما من المدن الصغيرة يعني كاين ولايات فيها عدة مدن يعني 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 تعبئة شاملة نقدر نقول لأغلبية الشعب الجزائري. يعني بما أن ميزان القوة ولا ما يسمحش في يعني في يوم من الأيام من تعبئة نتاع الحراك النظام قرر شغل يتفاوض شغل قال لك نديروا العهده الخامسه بالصح او بوتفليقه يقول ما يكملهاش ولكن الحراك رفض هذا الطلب. من بعد يعني حاولوا في مره ثالثه يقولوا لنا بوتفليقه ما يكملش العهده تاعو ولكن نديروا الانتخابات باش برك يعني يكونوا الانتخابات من بعد ننظموا انتخابات اخرى اشياء من هذا القبيل. وبقى الحراك يعني رافض ومتجذر في حول هذه القضيه. ومن بعد واش لازم نعرفه وهذه هي المساله الاساسيه اللي حبيت نسالها بلي اصرى الاضراب صرى اضراب تقريبا يعني مس عده قطاعات ولكن مس قطاع اساسي وهذاك القطاع الاساسي كان شبه من اضراب عام وفي القطاع الاساسي تاع الجزائر وشنو محروقات. اذا الاضراب اللي صار مس ماشي فقط الحقول النفطية مس حتى الموانئ دي كروفين بترول سكيكدا وأرزي وبجاية إلى آخره. يعني هذاك الإضراب أصبح يهدد نوعا ما النظام ويعني الالتقاء نتاع الحركة العمالية مع الحركة الشعبية نتاع الحراك أصبح وارد وأصبح ممكن
وهذا الضغط نتاع الاضراب العام يعني منه بداو يقولوا لا بوتفليقه ما يقعدش الى اخره حتى باش يعني الحركه العماليه ما تستنفرش كل القوى نتاعها وتلعب دور اللي كنا متمنين وحنا على كل حال لان بلا العمال كما شفنا من بعد الحراك ما قدرش يعني ما قدرناش نحطوا اضراب عام مدخر لان المطالب الاجتماعية والاقتصادية قال لك يعني كنت وبالتالي يعني نكمل في هذه النقطة اللي الإضراب هذاك لعب دور أساسي يعني في الرحيل النهائي تاع بوتفليقة. شكرا محمود. شكرا. نفس السؤال محمد مساء الخير وصحفت يعني كيفاش عشت الاجواء يعني في الاسابيع الاولانيه؟ انت قلت في الاول بلي كنتوما في زوج دي ميليتون معروفين في الجزائر دي جينيراسيون ديفيرونت دي زارجيروا جو بونس ميم اولاد باب الواد في زوج باب الواد اللي لعب دور اهم كما قال محمود في التدخل تاعو. كيفاش عشت الاجواء تاع الاسابيع الاولانيه محمد ونوطامون لانونس تاع لو ديبار تاع بوتفليقه؟ تفضل. السلام عليكم. الزول في الله خوتي. حاجه الاولى بيت الحراك العاصمه. حراك العاصمه هو باب الواد ولا الحراش ولا بالكره دون نقاط، بصح كانت التعبئه كانت من كاع الولايات. كنا كنروحوا باب الواد نديماريو باب الواد لا نديماريو الحراش اللي كانوا يجوا ابي يستناوهم تاع بالكور تما باش تكون تعبئه باش يكملوا كيف كيف. هذه يا حبيبي كانوا يجوا محيل الجاب الواد الحراش كانوا يجوا ابي كانوا يجوا يمشوا ابي حتى البلكور ولاد بلكور كما نقولوا يستناوهم وفريق تاع ولا باب الواد ديماروا باب الواد وكانوا فيها متيزي والزوم غردايا كانوا فيها كما نقول العاصمه تعبئه شامله تاع الجزائريين كاع. وكاين واحد الحاجه اخويا حبيت نقولها لك، انا ما نقدرش نقول استقاله، نقول انقلاب. نقول انقلاب على عصابه بوتفليقه هكذايا، عصابه انقلبت على عصابه، ما كانش استقاله. شفنا باللي شفنا الاذاعه الجزائريه حاصروها بلي مرسيدس، حاصروها بالقوه كما نقولوا. من بوتفليقه 20 سنه ما استقاش، وكاين الشعب خرج وطالب للعهده الخامسه. بوتفليقه كانوا يروجوا له للعهده الخامسه كما نقولوا، كانوا يزيدوا يديروا في الحمله تاعهم هكذايا. صرا انقلاب من عند عصابه واحده اخرى، والشعب قاعد يقاوم، الشعب قاعد يقاوم خاطر الشعب فهمها. انا كجان واش حضر، انا ثلاث سمانات الاولانيين كنت في المراديه، انا ما كنتش انا ما عنديش خبره في المسيرات ولا خاطر كانت القمع ما كاش من جاميش كان في حياتي مسيره، ما حضرتش مسيره انا اللي حضرتها حضرتها تاع 2019 تاع الحراك هذيك اللي حضرت لها، ما شفت مسيرات وما شفت خراجات وما شفت وقفات ما شفناش. شفنا من 2019 خرج الشعب الجزائري مع كل احتراماتي كاع الاحزاب اللي شاركوا في الحراك ده، خرج الشعب الجزائري خرجوا لي جان شباب جزائري. وكما نقولوا الناس شافت بلي هادو اللي كانوا يقولوا عليهم شباب ضايع شباب طايش، شافوا تنظيم في المسيرات، شافوا تروح من باب الواد على الزوج ديماري، شافوا التنظيم، شافوا كيفاش يجريوها، كيفاش تجيب هذيك لافاك هذيك كي تحبس على يوقفوا باش يستناو تاع الحراش قبل باش يوصلوا تاع بالكور باش يدخلوا كيف كيف. هذه الامور هذوما الميدانيه داروها كاع شباب حياة شعبيه بسيط، شاب بسيط قدام ما داخل السياسه ما عبالو واش كاين في بلادو، عبالو واش شايط يمشي للبلاد. وبوتفليقه راح بوتفليقه جا قايد صالح راح قايد صالح راه جا بنادي حبي يقول النضال مازال مستمر. هنا خرجنا لاجل الممارسات ماشي على جال شخص ولا جال اشخاص، هما كيما راهم كاع فاسدين هذوما، هذوما كاع مجمع واحد النظام هذا فاسد، والنظام واحد يحب يطلع على واحد السلطه. هذه هي داروا طريق حبو يديروا طريق بالشعب، بصح ما نقولوش داروا طريق بالشعب خاطر الشعب مازال يقاوم. الشعب مازال نعطيك واحد النقطه، كي كانوا المسيرات وكانوا المسيرات 20 مليون 19 مليون، تشوف القنوات تاعهم كاع القنوات كاع يروجوا للحراك بليسيتي كيما نقولوا تعبئه شامله. نهار نحاول العهده الخامسه واستقال بوتفليقه ويحيى الحبس داو عصابه اللي دايرين ببوتفليقه كيما نقولوا، ما نقولوش خاطر كاع النظام ما لهم دوكا كانوا تابعين نظام بوتفليقه، بصح كي حبسوا ولاو داروا ولاو ولاو شوفوا في الحراك ولا يقول لك الحراك او ليك الحراك تاع الزواف الحراك تاع هكذايا، شوف اللي كانت شغل ركوب امواج باش يطيحوا العصابه تاع بوتفليقه كلون ضرب في كلون. الناس كاع بالهم بها هذه، باش ما خبيش من صح رسميا استقاله ولا اقاله
ولا بصح هذا انقلاب، انقلاب عصابه على عصابه، ولا كيف تحنا لهم الحبال ولا علينا غوال. دوكا كي نقلكوا على عصابه بفليقه، دوكا داروا على الحرين كما نقولوا، اللي قعدوا ثابتين وقعدوا يقاوموا كما نقولوا، غتعب لهم باللي مام اللي راهم دوكا كيف كما نقولوا لقينا وحده، اما ولاو يدخلوهم الحبس. نعطيكم مثال صغير تفهموني، اللي كانوا يخرجوا المعتقلين اليوم دوكا المعتقلين، باش ما نجبد اسم من ساعه، كان 300 وشي معتقل، هادوما اللي كانوا يقولوا ضد العهده الخامسه وبوتفليقه يروح الدايه. يا اخي ودوكا النظام الحالي يقول لك العصابه راهي في الحبس تاع ويحيى وبوتفليقه كذا، بصح اللي اونجاجاو باش ينحوا العهده الخامسه، اللي كانوا دوكا حاليا اللي راهم كاع في السلطه، كانوا يطبلوا البوتفليقه هكذايا، وراهم راهم في الحبس. حبي يقول شغل انقلاب على ثوره الشعب، هذه داروها في 63 حبوا يديروها في 2019 وما تجيش 2019، ما تقدرش خاطر كل شيء متق وكل شيء راه مدون كما نقولوا في عصر التكنولوجيا، ما يقدروش يجاريوا عصر التكنولوجيا، حاجه كما نقولوا بعيد عليهم، خاطر هما ما خدموش لاباز، زعما ما خدموش لاباز، كانوا يسرقوا بدا والشعب كان ساكت، ما كاين والو، بعد خرج لهم الشعب على ضربه، جا خلقت طبقه نضاليه جديده كما نقولوا بعقليه جديده، وكما نقولوا بفكره جديده، ماشي فكره تاع نعرضوا سياسيين ندخلوا الانتخابات، لا ماشي هكذا، تاع النظام يرحل كما كان كاع يروح، النظام يرحل يقول لك كيفاش وعاد يخرجوا ولا يخرجوا لنا في واحد لي بوليميك تاع كي يخرج باش يعاودوا يريكيبيروا الشعب لبرا لداخل الدار، يدخلوا الشعب، يقول لك كي يروحوا هذوما شكون نديروا كي يروحوا هذوما واش ديروا، كي يروحوا هذوما واش راح ديروا، لا الجزائر ولا ده، الجزائر فيها كفاءات، الجزائر فيها كما نقولوا كفاءات من جميع المجالات، في اي ميدان كما نقولوا، في اي ميدان اللي تقدر ترفد البلاد ونهضه البلاد الجزائر هذه، راك فاهم، مازال هما مازالنا في المقاومه، ما تحبش المقاومه، زاد صعدت المقاومه، مور ما قمعوا الحراك، ماشي يحبسوا الحراك، جامي يحبس وما يحبش الحراك، جامي يحبس وماش يحبس، ما يرفض النظام ماش يحبس الحراك، فكره تاع مقاومه، فكره تاع نضال كما نقولوا الحراك. كي جاب داروا شغل خلاص، فراو امورهم عاودوا كما نقولوا، عاودوا دخلوا في النظام وعاودوا ولا يقمعوا في الحراك ويشوهوا في الحراك، والحراك هذا كان فيه 20 مليون جزائري ولا اكثر، وراه من قوه اللي دا صدى عالمي كما نقولوا، في العالم ما كاش كما ما صراش، صراو توارث، ما نقولوش باللي ما صراوش توارث ولا، بصح التوره كما الحراك ما كاش كما هي، كاين ديفيرون، ما نقولوا خير، بصح نقولوا ما كاش كما هي، بالسلميه تاعها كما نقولوا الحضاريه تاعها بالافكار كما نقولوا كاع فئه المجتمع كاع كانوا فيها، ماشي جهه واحده ولا ايديولوجيه واحده ولا عقليه واحده، لا كانوا فيها كاع، ما كاش المجتمع الجزائري كان فيها، مجمع جزائري الحر كما نقولوا، ماشي جزائري تبع النظام ولا هذاك، ما كانش فيها هذا، كاين اللي كانوا يركبوا الامواج يدخلوا فيها، دوك انا نشوفهم كشعوا راهم يعاودوا يقولوا اللور ويعاودوا يسيدوا معاهم الناس، وما يقدروش، خاطر هذه فكره تاع شعب، هذه ما تقدرش واحد ولا سياسي ولا اي مكان يسيدور يمانيبيلي الناس ويقول لهم لا لازم نديروا هكذا، نعرفوا واش راه نديروا، نعرفوا المبدا تاعنا، كل واحد حر في التفكير، وما اناش كونتر الافكار، بصح باش يقول لك الحراك مات والحراك الحراك عادي ينساوها، وماش تصرى وما كاش كيفاش تصرى، والوقت يبين الامور هذوما. يعطيك الصحة محمد، كنت انت تقول بليك رحيل بوتفليقه هي انقلاب من عصابه على عصابه اخرى، بصح كاين انقلاب كيف قلبوا على قيد صالح، كيف ما قيد صالح قلبوا على كاع في الجزائر، كاين انقلابات من التاريخ تاعنا، شاد لي وراح بهم الله، شاد انقلاب كاع انقلابات، ما كانش رئيس جا في الجزائر وكان حكم السلطه وما راحش انقلاب ولا استقال ولا كمل العهده تاعو وخلاص، يا يكون ماريونات يجيبوه بيريودا ما كينحيوه وما ينحيوه، هذه هي التعيين كما نقولوا، ما كاين 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 نظام عسكري اللي راهو اللي راهو يمشي في البلاد هذه، ما كيقولوا نظام عسكري ما راهش نقولوا العسكر ولا نسبوه في الجيش ولا، خاطر هذه يحسبوها حبوا يحسبوها لنا، لا الجيش خاوتنا، 500 الف فرد في الجيش الوطني الشعبي، من ما 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 كومباري واش بخمس عباد، ماشي كنهضر لك على 20 بنادم تقول لك تسب في الجيش، لا انا نهضر لك، ماشي نهضر لك على 500 الف، انا نهضر لك على 20 فاسدين،
العشرين فازين هم اللي كانوا هذوما فازين اللي يعينوا الرؤساء وينحوهم باينه باعاز من الخارج من اعاز من فرنسا واحد تابع الامريكان واحد تابع روسيا كل واحد دار وليده هنايا كل واحد دار وليده هنا ولاد الجزائر الله ما سمحوا فيها بالك بالك ما كل بالك ما كانش عندنا الوعي هذا كشباب ولا كانوا غامينا بصح دوكا يشوفوا ابناء الجزائر شوفوا ابناء كيما كان كيما حتى عندنا تاريخ حتى الجزائر عندنا تاريخ كبير بصح محمد كاين بزاف لي من الحراكي اللي يقول لك رحيل بوتفليقه من انجازات تاع الحراك ثاني بيان الشعب ما حابوش في الحراك بيان سور فوالا فوالا بيان سور 20 سنه بيان سور 20 سنه ما راحش كان في الكرسي كان في الكرسي وكان مريض وبدايا وحكم زوج عهدات ما هضرش مع الشعب كي خرج الحراك باش لو كان ما خرجش الحراك يزيدوا كيما 25 سنه 30 سنه ما يموت يحنطوا يقول لك هذه هاو لك ندوزوا حتى 100 سنه وبيه نورمال يقول لك مازال ما مات وعادي كذا كي خرج الشعب هما باش كيما يقولوا ديروا الاونتي شوك شو الاونتي شوك شو ناحي بوتفليقه هاي اللي كانوا انتم باش تحوسوا لا لا ما حوسناش باش نحوسوا بوتفليقه نحوا النظام فاسد نحوا نبدلوا ممارسات اللي مازال هذوك اللي مازال هذوك اللي مازال هذوك زاد الاسوء كيما نقولوا زاد الاسوء وعلى الاسوء باش تبدا تولي تقول اه دوك الناس في المجتمع يقول لك هكذا يقولها لك واعيين من الشعب الجزائري ما ماشي حراك يقول لك العصابه القديمه خير من الجديده ما يقولكش النظام القديم يقول لك العصابه القديمه هكذا العصابه القديمه خير من العصابه الجديده توجور نقعدوا في العصابه عبالهم الشعب الجزائري بلي عصابه حكمتنا انا كي نشوف يقول لي عصابه قديمه خير من الجديده نقول لهم علاه عصابه يقول له هذه عصابه يقول لي ايه عصابه يقول لي بصح القديمه ما هذه ما كانش الحليب وما كانش الزيت يهضر على الظروف الاجتماعيه تاعو مش لازم يحكي لي السياسه ولا كيما يقولوا يحكي الظروف الاجتماعيه يقول لك انا كنت في عصابه قديمه خير يقول لك نحيتوا العصابه الحراك خرج نحى العصابه القديمه عشان ندير الله شنو الحليب وندير على الزيت وندير مع العصابه الجديده يقول لك خاطر هذو عصابه جديده هذو عصابه جديده وقديمه كاع كانوا في السلطه هذوما اللي راهم دوكا وشكون وجوه جديده خلاصوا لهم الوجوه كاع وجو خلصوا لهم ما كانش بين من يقابل ما كانش يكون يحق ما كانش بين من يسودي بين من يبوشي ما عندوش هذا النظام هذا جيب لك تبون 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 كان وزير اول في حكومه بوتفليقه شكون هادو كاع العمامره كيف كيف العمامره نحاول نجيب واحد اخر كيف كيف اللي دار بلاصه العمامره كيف كيف كاع كانوا في النظام احنا خرجنا على جال خرجنا باش نبدلوا نظام وبسلميه وبحضاريه كما نقولوا باينه هادي شكرا محمد بلادنا عرفت حركات كثيره يعني في تاريخ منذ الاستقلال شفنا باغ اكزومبل الربيع الامازيغي في افريل 81 وافريل 81 ومن بعد شفنا مظاهرات ثاني في مدينه السطيف وقسنطينه في 86 شفنا في وهران ثاني شفنا احداث اكتوبر بصح ما كل هذه الحركات ما عرفتش نفس النجاح اللي عرفوا الحراك اسكو في رايكم في زوج اسكو الدور اللي لعبته كعربه اساسيه كوم لوكوموتيف الجزائر العاصمه هو اللي خلى الحراك يبهر العالم كما يقولوا جو دير ايل كوناس لا ريوسيت كي لا كونو جو دير دي مليون بوندون بليزيور سيمان بوندون بليس دون اني دي سنتين دو ميلي دالجيريان كانوا يخرجوا في الطريق كانوا يمانيفيستيو بالسلميه اسكو هذا واسمو هذا النجاح هذايا السبه تاعو الاساسيه سي كو الجي كيما لو سنتر دي ديسيزيون اللي فيها السلطه كيما قال محمود توتالور هو السبب الاساسي محمود ومن بعد محمد شوف يعني انا في رايي ماهوش بهذا رايح نقول النظره الخطيه يعني لينير تاع لما نتكلموا على النضالات اللي ذكرتها انت دروكا اكتوبر مثلا عنده خاصيه بالنسبه للربيع الامازيغي تاع 80 ولا تاع 2001 لان اكتوبر ايضا كانت عنده الصبغه تقريبا يعني الوطنيه يعني مس عدة مدن إلى آخره. العاصمة لعبت الدور كذلك. والأول داكور العاصمة تقدر تكون عندها دور يعني مهم هذا مفروغ منه. ولكن أكتوبر مثلا تناقضات نتاع النظام ثاني في ذاك الوقت إلى آخره. وباش نشوفوا بلي تقريبا نفس يعني لو كان ندير واحد الموازنة مهمة في رأيي في التحليل. بلي اكتوبر
ومام الحراك تاع 2019 يعني كاين دائما نصيبوا هذاك الخطابات هذوك اللي يجون اللي يقول لك مخدومه يعني شغل النظام مخابرات الى اخره هما اللي جعلوها باسكو كاين ازمه بيناتهم ويضغطوا ويستعملوا الى اخره. هذا النظره هذه يعني كيفاش يقولوا يعني في المطلق ممكن ممكن جدا يعني شفناها في الجزائر ولا في بلدان اخرى وين يشعلوا فاتيل صراعات الى اخره باش بور ريغلي دي كونت كما يقولوا يعني باش يسقيوا الحسابات تاعهم. ولكن شفنا في اكتوبر وفي الحراك مهما كان ممكن يكون هذا السيناريو تاع اللي شعلوا ما شعلوش وبالك ممكن شفنا في كل مره باللي الحركه تفلت من كل هؤلاء اللي سيناريست اللي يحبوا يديروا السيناريوهات باش يشعلوا. وفي كل مره شفنا باللي الشعب يتشوق على هذوك السيناريوهات. في اكتوبر نتفكرونا كان في 5 اكتوبر كان يعيش 5 اكتوبر لاخره يعني النظام ما واش كان يقترح النظام كان يقترح قال لك يعني ادخلوا كاع في جبهه التحرير الوطني لان لونجو في هذاك الوقت كان الحكم تاع الحزب الواحد كانش تعدديه الاخره ودخلوا كامل ومام الدستور اللي داروا شاد اللي في 89 ما مش مكتوب فيه الاحزاب مكتوب فيه جمعيات ذات طابع سياسي فوالا سياسي كاركتر بوليتيك. الحركه في اكتوبر والانفتاح اللي فرضاته التعبئه الشعبيه تاع اكتوبر خلق فتح ديمقراطي في الجزائر. فتح ديمقراطي مهما كانت المحدوديه تاعو مهما كان النقد اللي نقدروا نديروه ولكن غيرنا خرجنا من الحزب الواحد يعني تغيير نوعي قلت مهما كانت يعني الحدود المحدوديه تاعو. الحراك نقدروا نقولوا ايضا اذا كاين اللي كانوا حابين يطيروا برك العصابه ويديروا انقلاب كما قال محمد عصابه دير على عصابه الى اخره وبالك لعبوا طور وكاين طروحات من هذا النوع لان الازمه بدات من قبل بيناتهم يعني لان الحراك اصبح ممكن ايضا امام الازمه تاع النظام لان النظام دخل في ازمه ايضا يعني هذا الشيء ساعد باش الحراك يعني يكون بالقوه اللي كان لان من 2013 تقريبا على الاقل يعني اللي نوليو على الاقل من 2013 الازمه اللي كان داخل النظام خرجت للطريق يعني لما بداوا الجرايد الى اخره يتكلموا على على الازمه الرابعه العهده الرابعه قبل تاع 2014 وين يعني ما بين المخابرات اللي كان يتصدرها جنرال توفيق الى اخره غير توفيق طيروه في 2015 يعني مباشره بعد الانتخابات تاع 14 هذوك تاع العهده الرابعه. دوك العهده الرابعه كانت ديجا يعني انفجرت الازمه الداخليه تاع النظام بصفه واضحه وكبيره جدا وبقات هذيك الازمه يعني تمشي كي لحقت العهده الخامسه يعني كان دوك ممكن جدا بان هذه الصراعات الداخليه تاع النظام وهذا موجود في التاريخ يعني الى اخره يؤدي الى ولكن يعني القوه تاع الحراك ما نتكلموا على 20 مليون متظاهر ولا على اكثر من 20 مليون بالك متظاهر في المدن كامل الى اخره يعني الشيء هذا خلق ميزان قوه جديد وهذاك الميزان هذاك الميزان ميزان القوه الجديد هذا فرض يعني بعض الامور حتى ولو يعني ما حققناش بطبيعه الحال اليوم يعني المطالب تاع الحراك اللي هي تغيير جذري للنظام ماهوش تغيير وماهوش كما كتبناه يعني من الوقت هذاك اليوم الاستمراريه تاع النظام لان اليوم رانا نشوفوا استمراريه تاع النظام. المره اللي فاتت كنت تكلمت انا على السيد تبون ودك انا السيد تبون راه كان خلينا من الثمانينات وين كان يعني رئيس دائره والي ولا اخره ولكن يعني من اكتوبر وطلع هو في الحكومه يعني انا نشفى حكيت لك في هذيك الندوه اللي كيس كان وقت الفيس والعرب هذيك الندوه اللي صارت في الديبان وين كان اسمه يعني تبون شفناه كان وزير الجامعات المحليه كان وزير السكن وزير السكن ووزير الاتصال ووزير كذا وزير ومعدا وزير الاول في 2017 والذكرى يعني تبون بالنسبه لنا يعني هو من الاوجه تاع النظام بامتياز يعني راهو هنا عنده اكثر من 30 سنه ولا وهو في السلطه يعني دونك يعني الاستمراريه هذا مثال ماهوش الشخص نتاعو كشخص ولكن سوكي لانكارن واش يمثل يعني في 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 السلطه دونك يعني النظام كاين استمراريه
القمع اللي بداوه في البدايه كان بالك خفيف، ولكن كي قلت بعد بوتفليقة يعني القمع اصبح اكبر، وكانوا حابين يفرضوا دونك الانتخابات الشكليه الهزليه لا ديمقراطيه الى اخره اللي فرضوها، ولو ان الحراك كان مازال قوي منع لهم يديروا الانتخابات 4 جويليه، باسكو كانوا حابين بعد افريل كانوا حابين يديروا في 4 جويليه. وكان دونك جاوا قالوا انا انوني لهم، وداير سيتي القايد صالح يعني اللي هو يعني المسؤول الاول عن الجيش هو اللي كان يجي يقول لنا الانتخابات 4 جويليه والى اخره، وهذاك بن صالح اللي داروه يعني في هذيك المرحله شغل الشكليه هذا كان يعني يعني موجود صفار مزيه يعني الى اخره. ومن بعد داروا الانتخابات تاع كون ابل 12 تاع ديسمبر اللي يعني ما شاركش فيها الشعب الجزائري. يوم 12 حنا كنا في الشارع وكانوا يعني مئات الالاف ولا الملايين تاع الجزائريين كانوا في الشارع ضد الانتخابات تاع 12 ديسمبر اللي يعني انتهت بتعيين السيد تبون كرئيس. يعني واش حبيت نقول؟ حبيت نقول باللي اكتوبر 85 يعني جاب لنا هذا التغيير النوعي اللي مشينا الى ربيع ديمقراطي في الجزائر ما بين 88 حتى 91 ولا كان يعني كان مخاض ديمقراطي في الجزائر مهم جدا. من بعد دخلنا في الحرب الى اخره هذيك مساله اخرى. اما الحراك في 2019 خلقنا العكس، ما خلقناش هذاك الربيع الديمقراطي من المفروض نديرو يعني فتح باسكو سوبوت في ليقاليا في لا ديكتاتور ثاني. يعني الديمقراطيه ما كانتش، كانت شكليه رمزيه، كاين احزاب غيط على روحك، ولكن المركز القرار الاعلام العمومي الى اخره هذا كان في يد السلطه. يعني وكان كاين قمع، كاين صحفيين ماتوا في السجون تحت بوتفليقه، كاين مناضلين سجنوا، القمع كان موجود الى اخره. ماهوش بالك بالصفه هذه نتاع اليوم اللي يعني القمع راهو اكثر الى اخره. وهذا واش حبيت نقول؟ حبيت نقول الحراك المرحله اللي هذه جات بعد الحراك مش بمعنى ان الحراك انتهى. نقدروا نولوا حول الفكره هذه نتاع يعني واش النظره نتاعنا للحراك اليوم، هل الحراك انتهى ما انتهاش الى اخره. يعني فكره مهمه بس نقاش باللي دخلنا في مرحله تاع قمع، وهذا نقدروا نقولوا المقارنه مع اكتوبر والعكس. ثاني باللي الحراك وعنده الحق محمد المقبله يعني لما اثار القضيه تاع الشبان، باللي الحراك يعني الشبان يعني جيل جديد كما كان يتكلم الى اخره. يعني الحراك هو بين هذا الشيء، يعني اكتشفنا باللي الشبيبه الجزائريه الشبان الجزائريين هما اللي كانوا يعني داير الاغنيه اللي صارت اكثر شهره في العراق في البدايه هي تاع الملاعب. يعني وين الملاعب كانوا هما كما احنا نقولوا وين الشبان يفرغوا قلوبهم كما يقولوا سيتي لو ديفولوار بوليتيك اي سوسيال بور لا جونيس الجزائريه. الملاعب دوك الاغنيه هذيك نتاع ساعات الفجر والمجانين ومن الى اخره كانت هي يعني الاغنيه اللي كانوا كاع الناس تعلموها ولاو يردوها، وجاتنا من الملاعب من الشبان المهماشين نسموهم يعني كما كانوا يسموهم الى اخره. دوك الشبيبه لعبت دور اساسي. وايضا الحراك بين باللي المراه الجزائريه كانت ثاني موجوده يعني بقوه ثانيه يعني الى اخره. وحقيقه الحراك يعني كانت فيه كل التيارات، كانت فيه كل الافكار، كانت فيه كل الايديولوجيات بطبيعه الحال. ايدايور سان لو رابيل ما ذكرتهاش في البدايه، محمد اللي راه معنا اليوم نشفى نهار جا تناقشنا في شارع في الحراك. كنا احنا في المرحله هذيك ننظموا ديكاري لي بوندرول حمورا الى اخره مطالب يعني شعارات، وكنا نلعبوا دور باش يعني في الوعي الى اخره باش المساله تاع العداله الاجتماعيه تدخل يعني تكون عندها حيز مهم ايضا في الحراك، لان المطالب الاجتماعيه مساله مهمه جدا كما رانا نشوفوا اليوم واش راه وقع في العالم في اوروبا في فرنسا في يعني القضايا تاع البطاله القضايا تاع ظروف المعيشه الى اخره كان لازم تكون موجوده بصفه اساسيه. ولكن كان يعني اللي كانوا ضد الى اخره يقول لك لا ما ندخلوش ونبقاو غير واسمو. حنا نعتقدوا باللي كان من المفروض يدخلوا باش ثاني نكسبوا للحركه العماليه، لان الحركه العماليه هي الصح. الحركه العماليه الا كاين اضرام عام الاقتصاد يحبس، البترول يحبس، كلش يحبس. الحركه العماليه مساله اساسيه، وباش الحركه العماليه ثاني تلعب هذا الدور لازم المطالب نتاعها والطموحات نتاعها تطلعات
يكونوا موجودين ايضا في حركه شعبيه كبيره من هذا النوع. يعني شفنا نهار تلاقينا الى شفا محمد جامعه مركزيه هذيك في الزنيقه كوتي متكين على الطوموبيلات ونديروا العالت وجيت ونشفا سالتني بزاف على قلت لي واش تخمو في هذه واش تخمو في هذه الى شفا وتبادلنا الاراء يعني بصفه نشفع عليها مليح ويعني عجبني بزاف هذاك التبادل تاع الاراء اللي كان معاك كنا الى شفا نديروا لي كاريا بك دي بوندرول روج هكذا يا المطالب يعني نتاعنا هذه قبل ما يطيح بوتفليقه يعني تقريبا في المرحله هذه. المقصود نتاعي في يعني في هذا التدخل باللي الحراك اكتشفنا يعني القدرات الكبيره تاع الشبان تاع النساء تاع المواطنين بصفه عامه على قدرتهم يعني. وهذاك المثال ماهوش برك فقط في السلميه وفقط الى غير ما كنت نشوف دي فيديو يتكلموا على الحراك في الخارج في تونس في ايور يقولوا وكي كملوا الحراك يجيو يرفدوا القاذورات يعني حاشاكم يعني يرفدوا لي زوردور كانوا كاين دي زيكيب يرفدوا لي زوردور كانوا. انا بنتي كانت يعني جون طالبه في 20 سنه في عمرها ولا 19 سنه كانت هي كونت فرقه مع جماعات اترا كانوا يقدموا الاسعافات كانوا يداويو يعني كاين في الشبان اللي تنظموا يداويو يعني يسعفوا يعني المجروحين اللي ينقاسوا اللي كاع والحراك في هذه المرحله البدايه تاعو الى اخره. ثاني نذكر بحاجه اللي نذكرها يعني بصفه مهمه جدا هي ان المظاهرات في العاصمه كانت تضغط باش تمشي للمراديه باش تمشي لقصر الرئاسة. وكان يعني في بعض الأحيان في البداية نلحقوا حتى القصر الشعب ومن بعد القمع كان يسرى من بعد بما أن الطريق اللي كنا ناخذوه باش نروحوا للمرادية ينطلعوا على شارع محمد الخامس وإلى آخره إبا يعني في المخطط القمعي تاعهم واش داروا طريقة تاع يغلقون النفق نتاع الجميع على التونيل دي فاكولتي اخي من بعد ولا مغلوق لان من قبل كان التونيل هذا كان يدينا لمحمد الخامس ونطلعوا للمراديه وهذا الشيء كان يرعبهم باش يعني المظاهرات تلحق حتى القصر الرئاسه. يعني الحراك نقدر نقولوا هو اكبر تعبئة شعبية في الجزائر من 62 يعني ما شفناش مثيلها وخاصة في لاديوري تاعو. ولكن مرة أخرى نأخذ الدروس أيضا يعني الإنسان لازم يأخذ الدروس باش نديره أحسن في المستقبل باللي الحراك أيضا يعني في ميدان التنظيم كنا منظمين في الصفة هذه اللي ذكرناها بصح ما كناش منظمين سياسيين يعني ما كناش منظمين كشعب في الحومات في المصانع في كل مكان نتنظموا باش نتكلموا ونتناقشوا مع بعضنا واش نديروا. شكرا ونتنظموا في لجان الى اخره باش نقدروا نقاوموا القمع. انا عندي عده فيديو كنا نديروهم في المظاهرات ناكد على هذه لانني اعتقد انها مساله استراتيجيه. كنا نتكلموا على التنظيم الذاتي دونك ماهوش واحد يجي ينظم لي ولا التنظيم الذاتي القاعده يعني على باز ماهوش كاين شاف يعني اللي يجي من الفوق يقول لنا وكذا ولا على باز. ومام الا درنا يعني واحد يمثلنا لازم يلو رونكونت حنا نحاسبوه لازم الا ما عجبناش نحوه تم ماهوش يعني بون. دونك التنظيم الذاتي هذا القاعده اللي ما كانش في الحراك سهل القمع. يجوا يدوا جاري في الليل وحنا مالناش منظمين كجيران وكعماره وكحي وكذا باش يعني نوقفوا. دونك يعني التنظيم مسألة أساسية ماهوش في ميدان القمع برك لأن الحراك وهذه مسألة أساسية أيضا ما كانش فقط المظاهرات. مظاهرات هي تعبير نمشي ونعيط بالشعارات والمطالب ولكن الحراك أيضا كان واحد من النقاشات يعني في الشارع وين خاصة في يعني وين يلتموا كاع المظاهرات في الجي سنتر جيت لا غران بوست الاخيره نقاشات وين الدور تصيب جماعه دايرين جماعه وين يناقشوا ويتبادلوا الاراء وكيفاش نديروا الجزائر والمشاريع الى اخره. دوك هذوك النقاشات مساله اساسيه والشيء اللي خصنا كما كناش منظمين هو هذه النقاشات ما ديناهمش معنا لحوماتنا. انا عطيت مثال في دون دي فيديو كون افي ديفيزيون ديريكت على الايبوك
قلت لهم كيفاش يا عجبا، نجي انا من حومتي ونسكن للحراك نتلاقى بولاد حومتي ونتكلم بولاد حومتي هم هنا الى اخره، من بعد كي نروحوا لحومتنا ما نتلاقاوش وما نتكلموش على الحراك وما نسيوش ننظموا الامور سمانه كامله نستناو الجمعه. اذا المساله تاع التنظيم كانت تسمح لنا نتنظموا ونقاوموا احسن، وكانت تسمح لنا باش نكملوا النقاشات نتاعنا، على خاطر المساله الاساسيه تاع الحراك التنظيم هو وسيله ماهوش هدف في حد ذاته، ولكن الحراك كان لازم يخرج لنا بمشروع سياسي بعدين نطيحوا النظام، لان النظام المطالب تاعنا كانت مطالب تاع تغيير النظام، ولكن عندنا مشروع بديل. دونك الحراك ما لحقش للدرجه تاع يمدلنا مشروع سياسي، كاين مشاريع كاين اقتراحات نتاع هذا ونتاع هذا ونتاع حسب الانتماءات المختلفه تاع اللي شاركوا، يعني التيارات السياسيه وغير السياسيه والمواطنين والمنابر المختلفه اللي خلقت في هذاك الحراك هذاك، ولكن ما خرجناش بمشروع توافقي يعني تاع الشعب في المطالب نتاعو اللي هي الاساسيه، هي لان المطالب الاساسيه اللي نلخصوها يعني بطبيعة الحال هي استرجاع السياده الشعبيه، لان الشعب ماهوش يديسيدي في الجزائر 62، الشعب ما يديسيديش. دونك المطلب تاع استرجاع السياده الشعبيه معناتها الشعب هو اللي يقرر، يقرر ماهوش برك فقط نهار الانتخابات نديرو فلان ولا فلتان، نقرروا على كلش، نقرروا على الاختيارات الاقتصاديه أو يدير قانون المحروقات ولا قانون الاستثمار ولا اللي فائدة من لازم نضرب صوت، وبالك ما هوش في الفائدة نتاع الأغلبية نتاع الشعب الجزائري، شكرا بلك في أقلية إلى أكده ولا في فائدة نعلني تالح بتصب للحراك، قدم هذا المطلب وهذا وهذه مسألة نوعية، وقدم مطالب نتاع الحرية الطبيعة الحالية الحرية الديمقراطية إلى أكده كانت في تصاميم الموضوع، والمسألة نتاع العدالة الاجتماعية ايضا، يعني ولو ان كاين اللي كانوا يقولوا ما تدخلوش المطالب، ولكن يعني المساله تاع العداله الاجتماعيه فرضت نفسها ايضا، وهذا المطالب يعني هذه الاسس الثلاثه اللي نعتقد ان هذه الاسس يعني في المطالب نتاع الحراك، الحراك عدم التنظيم الى اخره دانا ما قدرناش نخرجوا بالمشروع السياسي البديل، وهذو الدروس اللي لازم ندوهم، لان الحراك الى اليوم راه متوقف جا الكوفيد وجا القمع والى اخره، ولكن راه الحراك ايضا امامنا ماهوش ورائنا، يعني الحراك راه قدامنا، كاين حراك راه جاي مهما قال الزمن كما قلنا. شكرا محمود شكرا يعطيك الصحه على التدخل هذايا. نفس السؤال محمد كنت طرقت ليه على اسباب يعني نجاح الحراك القوه تاعو، اسكو لو فات كو العاصمه شباب العاصمه لي ستوديون كانوا جو رابيل كاين دو مانيفيستاسيون دو مارش شاك سيمين، وحده نهار جمعه وحده نهار ثلاثه، اسك هذا كان عامل كتراها بثلاثه والجمعه مع كتراها تزيد السبت فوالا، اسك هذا كان عامل اساسي اللي يبين قوه الحراك، يعني كي نقارنوه مع الحركات اللي عاشتها الجزائر قبل هذه الفتره. خويا كي قلت لي دوك نواجه برك على الحركات اللي عاشتها الجزائر قبل الحراك، جمعهم تحالفوا دوك الحركات مع الجينيراسيون الجديده، كي نقولوا زعما 5 اكتوبر ولا التسعينات ولا 2001 ولا الحركه البربريه ولا 1953 ولا 54 ولا حتى 54، كاين الناس مشاو معنا في الحراك تاع الامتيال دي وبي بي اللي كانوا في الامتيال دي وكانوا في البي بي او والمنظمه الخاصه وكانوا في وقتها في 54، هادو ما كاعش تجمعوا في الحراك، الحراك هي جمعهم كاع، جمعوا كاع اللي كانوا اللي خرجوا في 5 اكتوبر خرجوا في الحراك، اللي خرجوا في 2000 خرجوا في الحراك، اللي كانوا في التسعينات خرجوا في الحراك، اللي كانوا في 54 خرجوا في الحراك. حبي يقول هذا هو النجاح تاعها، النجاح تاعها كاع هذو الحركات ما كانتش منفرده، اجتمعوا كاع على كلمه واحده، هذه هي النجاح تاعها مع الجينيراسيون الجديده اللي من 2019 كيما انا واحد منهم، انا من جينيراسيون جديده ما حضرتش من قبل حراك ساتوريه، حضرت 2012 هذيك تاع باب الواد هذيك بعد ديك طفاوها عرفوا كشي طفيوها حاجه ما كانش ما كان واحد ما كيما نقولوا عطانا الوعي السياسي ولا تاع 2012 تاع باب الواد تاع اسمها زيد والسكر، هي ماشي زيد والسكر، هي كانت اسقاط النظام مع قلبها زيت والسكر، هنا ما خرجناش على 2012 على جال زيت والسكر ولا حبي يقول هادو ما كاع تلاقاو في الحراك، حبي يقول الحراك ماشي تاع 2019 ورواح، هذه كيما نقولوا تاع طوارات قدم ورواح، تاع 88 تاع 54 ورواح، حاجة كاع تلاقينا فيها، بها النجاح تاعها كيما نقولوا، وكي خويا العزيز تاع التنظيم،
كتنظيم ولا نطرحوا مشروع سياسي. انا التدافع في الافكار مليح، التدافع ولا يجيب النتيجه، التدافع في الافكار بصح كي يكون واحد عنده فكره. وانا كي نقول لك انا نحكي كشخص فاهم، انا ماشي نضرب اسم جماعه ولا، انا ما تعجبنيش الفكره هذه صافي دير با ما نعرف عندي علاش ما تعجبنيش، على ما عجبتنيش الفكره هذه. شوف حريه التجمع ما كانش باش تلاقى، باش تلاقى مع صاحبك تلاقى وزوج يدير لك ارهاب، تلاقى 10 عيبات تلاقاو في قهوه يديروا لك ارهاب. حبي يقول انا واش نشوف عفسلي باش نقدروا نروحوا نديروا مشروع. لازم يكون عندنا مشروع توافقي، ماشي توافق كاع الجزائريين يشاركوا فيه وكاع فئات المجتمع بدون اقصاء حتى واحد، باش نعرفوا على الاقل هاي بلادنا مشروع دوله تاع الصح، نديروا مشروع دوله تاع الصح بصح. لازم تلاقى، لازم كذا كي كان الشارع، برا كانوا الناس المسيره ما يقدروش من تلاقى ولا دير تجمع ما يقدرش يديك، خاطر كانت القوه الشارع. وشكون هو كدير عفسه؟ شكون هو اللي يقول لك مليحه ولا ماشي مليحه؟ ماشي انا واحد اخر نكمل برا. قول وعلى ما تنظمش في 2019 محمد؟ مع انا اقول انا شوفها والله كانت نقولوا نقدروا نشوفوا نيجاتيف ونقدروا نشوفوا البوزيتيف تاعها، نقدروا نشوفوا البوزيتيف تاعها. ما تنظمش 2019 ودوك انا شفنا باللي اللي كانوا معنا في الحراك وكانوا لابوس معك ولاو وزاره، مزيان ما دم اللي كنا نشوفوهم ثقه وهادو ما كناش نعرفوا، ولينا نشوفوهم وزاره عندهم حقائب وزاريه. حبي يقول ما سبحان الله، حبي يقول ما شغل فيها ايجابيات. نقولوا كي نحكوا بصفه عامه على مشروع كيما نقولوا سياسي ولا مشروع كذا، كاينه حاجه انا قناعتي هذه الشخصيه، كي دير مشروع لازم يكون مشروع في جميع المجالات، ماشي مشروع في 2024 نديروه رئيس. انا ما انا انا فكره ما عليها، انا ما انا ما انا مش مانيش كنت افكار بصح انا ما كنتش معاها، انا مانيش معاها. وكي ما كنتش معاها انايا ما صافي دير با انا مانيش مليح يا خويا، ما كنتش معاها حقي ما كنتش معاها. ما تقوليش انا نديرو رئيس، لا لا، كيما نديرو مشروع سياسي توافق كيما نقولوا عقد اجتماعي، اللي يجمع كاع الجزائريين حاجه مليحه. بصح شكون يقول لك كي دير عفسه دير بنت فيه ولا شكون اللي ريبوندي لك عليه ايه ولا لا؟ لازم الشارع الشعب. خاطر كي نهار كانوا يديروا نهار كان بوتفليقه قال لك نزيد عام، شكون ريبوندا له؟ ريبوندا له الشارع. نهار لقيت صالح قال لك نديروا هكذا، شكون ريبوندا له؟ ريبوندا له الشارع. ميم الحراك ولا السياسي كي يحب يدير عفسه لازم تكون بتوازي مع الشارع، برلمان الشعب كما نقولوا الحقيقي اللي هو الشارع. كي دير عفسه تقدموا معك الشارع يريبوند لك، عليها، ماشي 10 عيبات ولا 15 بنادم ولا انت مت، انت دير والناس ولا قبلت ولا ما قبلتش، زيد كما نقولوا زيد طورها، ماشي كما قبلت تفشل وتقول باللي هذا الشعب ما يعرفش ولا يعشوا يسبوا في الشعب ويقول لك شغل هما اللي يعرفوا السياسه والناس كاع ما تعرفش السياسه. هذوك الملايين اللي خرجت ما تعرفش هذوك، هذيك لازم تمشي يقابلوا مرحله القمع، باش يتموقعوا بافكارهم. لا لا اخوي العزيز، رد لي الشارع برا، كسر لي الحصار وطرح افكارك، اخدم عليهم دوكا، ما توقفش، اعمل عليهم، اعمل على افكارك، اعمل على مشاريعك، اعمل. بصح كاينه حاجه، شكون اللي يقول لك ايه ولا لا؟ لا، ماشي جام في الفيسبوك ولا دير سونداج فيسبوك ولا اللي بارطاجي له بزاف حب يقول بلي الفكره تاعو لا تمشي. الشارع كيكون الشارع بان لك كي تطرح انت المشروع على التوافقي ولا قال الشارع ولا يقبلها. خويا العزيز ما كاش اللي يقدر ينحيلك، هذه الديمقراطيه. الشارع ولا الشارع خرج وقال لا راني مع هذه العفسه هذه، بصح كي ديرها في الغم ويديروا 10 عباد ولا 100 بنادم ولا، والشارع مقموع عليه هضر كلمه يدوه الحبس، اللي دير منين تروج كي دير مشروع ماشي تقدمه غير انا نشوف مشروع ليه ما تقدمه، ماشي غير الحراك تقدمه، للشعب الجزائري اللي هي 40 مليون نقولوا 25 مليون كاينه عندنا خيبه، لازم تقدموا لهذيك 25 مليون، خاطر الجزائر ماشي غير النشطاء والمناضلين، الجزائر راهي كبيره فيها النشطاء فيها المناضلين فيها اللي ما يناضلوش فيها اللي ما مستمعين كاع. هذو المهم تقدم، في الاعلام ونهار الاعلام ما كاش الاعلام، لازم كما نقولوا نربحوا مكتسبات اللي نقدروا كما نقولوا سلاح، مانيش نقولوا سلاح بيقول عفسه مصطلح هذا، اعلام سلاح. كانت تفتح لي الاعلام بعد ندير مشروع نقدمه للشعب، تماك عندي وين نقدم، ماشي نقدمه له في الفيسبوك، انا ما نقدمهوش في الفيسبوك، نقدمه له في الفيسبوك بصح لازم كما نقولوا نوسعوا النطاق تاعنا، بيقول نجيبوا الحريه تاعنا، نجيبوا حريه التجمع. كيف تشوف حزب بلاغريمو تاعو يتلاقوا فيه يغلقوه اكزومبل،
مثال صغير هدايا هذا انا ك ك كمثال تسيب تسيب مناضل في حزب يا اخي بلا قريب وكذايا في غطاء القانون من وزاره الداخليه ما يقدرش يدير ما يقدرش يبيبلي عشان سياسيه يدي واحد تخيل هذا اللي مع هذا الشعبي اللي راهو اللي يحب يعبر على رايه ولا راهم عشاو يديروا الارهاب عشاو يديروا الارهاب اللي يقولنا ارهاب وصلوا لمرحله كي دخلوا الشارع بالقمع ماشي دخلوا الشارع اللي هي مسيره جزء من الحراك جزء من الثوره كي دخلوا وكانت القلب بصح الثوره هي المسيرات كي دخلوا المسيرات ولاو يديروا فينا رايهم لا ديروا نهار كانوا المسيرات ما يقدروش يديروا العفايس هذوما دير منا يريبونديو لك منا دير منا يريبونديو لك منا الشعب تقول عفسه تقول عفسه طرح عفسه بالجماعه تشوف ريبونس وبداو كيف بداو يقتلوا بداو يقتلوا لي ديبات سيتوان كانوا في الالجي كانوا خمسه لي ديبات سيتوان كانوا في تيانا كانت في لا غروند بوست كانوا زوج لا غروند بوست كانوا بدا ميكرو باف وتهضر والناس تسمع لك اللي هي جايزه وتروح والناس تشارك كاع مفتوحه الجامع نحاوهم كانت الحاجه الاولى اللي كسروها اللي نحاوها الناس بالك هذاك الوقت ما ديناش الاهتمام في لا غروند بوست في الساحه تاع لا غروند بوست كانوا عباد يجوا يديروا دويرات خمسة ستة وبدأ أنا كنت نروح تما نسمع شوية منها نزيد نروح نسمع شوية منها نسمع منها نحاول باش العفسة اللي تمد الوعي جميع عفسة تمد الوعي كانوا عباد كبار عباد لي جان نساء وكذا يدوروا في خمسة ولاو يهضروا يتناقشوا سياسيين أنت كي تريح تسمع راك كي تسقسيهم يجاوبوك يقولك لا لا راك ترفد الحراك راك تمشي بصح مدرسة كانت مدرسة كانت تكوين الحراك تمشي بصح كانت تكوين تسيبها قدام الجامعة عباد يديروها بالعنيد ومناضلين يدوروا ويهضروا باش انت كي تجي تسمع وتفهم وتكون كانوا في الحراك الذكي بزاف في الحراك كان تكوين حراك الشعب مدرسه صح مدرسه تكوين سياسي دي اقول اجمل تكوين سياسي دي في الحراك في المسيرات فتشوف تشوف الناس كاين سياسيين كاين كاع فئات المجتمع كاين مجاهدين كانوا يخرجوا معنا علماء كانوا يخرجوا معنا كانوا يخرجوا معنا حبي يقول لنا الزبده تاع نخبه المجتمع في الحراك هذه عفسه اللي هذه عفسه اللي لازم يكسر لك المسيره ولازم باش من الناس ما تشوفش انا كي تجيب لي بروفيسور ميليكشي كان يمشي في الحراك يقول لهم الحراك هو الحل وكذا وتجيب مجاهد عمي الاخضر بورقعة ربي يرحمه وفلان 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 بزاف ماشي الاخر كي الناس الشعب كي يشوف هذوما راهم في الحراك وحده شغل يدي واحد يسمع هو يكسر لك مسيرات وبعد كده يشوه يبدا يشوه في الاشخاص ويشوه لك الحراك كما قلت كما قال خونا محمد وبعد يقول لك الحراك الاصيل والمؤصل والمبارك ما كانش انا معليه انا نتحداهم من المباراه هذا نتحداهم يا اخي الحراك مبارك راهم في ديبا جات على الدستور هلا على هذا العام لانيفرسال كلمه مكتبوها علاش خاطش يخافوا الحراك يا اخي دستروه ويقول لك مبارك يا خويا الحراك المبارك وما هضروش عليه خلينا تاعنا ماشي مبارك تاعنا ما فيهش البركه تاعهم اللي فيه البركه اللي يهضروا عليه تاعهم اللي يهضروا عليه وما هضروش عليه خاطر ولاو يخافوا من كلمه حراك هكذا كلمه حراك يخافوا منها شغل ترغم عليهم ما كانش هربه وما بالهم بلي ما كانش هربه راهم يدوا في الوقت برك راهم يسرقوا في الوقت برك هذا ما كان هما في راسهم اللي انتيليجون فيهم ماشي كاع كاين اللي ما والله ما بالهم كاع يصدى غير ما يفطلوش كاع ما بالهمش كاع الشعب واش يقول راهو في البوست وراهو ياكل ويشرب وهم يجيروا فيه ماريونات بصح الحراك يا اخي في الدستور وكذا هذا العام وغير كلمه في فري ما عندهاش كلمه ما قالوهاش كاع قنوات العموميه والرسميه تاعهم كلمه ما قالوهاش وراهو في الديبات واش يقول لك بعد المقاومه تشد بعد نو ميديا ويوغورتا المقاومه الشعبيه 54 يقول لك كاين الحراك اوكي هادو كاع هضر عليهم بصح الحراك ما يهضروش عليه هنا تفيق باللي النفاق تاعهم منافقين زيبوغري الوغ يوم وطني 22 فيفري يوم وطني وطني ودستور كذا ويقول لك احنا انا الحراك نقدوا له تقول الحراك نقدوا له من انهيار واللي كان اللي كانوا في الحراك راهم في الحبس مازالهم في الحبس كاين ناس من 2019 راهم في الحبس من وقت بوتفليقه مازالهم في الحبس وين هذوك يا اخي عصابه قديم على راهم في الحبس من 2019 مازالهم في الحبس كاين الناس كي كيخرجوا على بوتفليقه راهم في الحبس ومازالهم حاليا في الحبس حبي يقول شغل النفاق تاعهم هذايا وبداو باين ماشي زعما هنا انا واش نقول المقاومه لازم نقاوموا
ما نحبسوش، هذا ما كان. وقبل الافكار ومن حتى دافعوا الافكار، ماشي ما تعصبوش الافكار، من جميع واحد يجي فكره ولا عفسه ما انا ما نشوفوهاش باللي من عندي وحبس ولا من عند واحد اخر وحبس. اللي يجي فكره مليحه يطرحها بصح كيما يقبل ينتقدوا الفكره، مليحه كانت ينتقدوا الفكره، لازم يكون تدافع. هذه هي الديمقراطيه، ما يكونش واش تقول انت هذه هي ولا واش نقول انا هذه هي، هذه اللي تجيب الجديد. بصح عندك كان كيشوف يستغلوا مرحله القمع هدايا، وهذه مرحله فقط وتجوز، ما فيهاش، ما دام الناس يتقاوموا والناس داروا ارهاب، داروا عيبه، داروا ارهاب. راه كما قال فرونس فانو، قال لك الكارطه الاخرانيه اللي لعبوها الانظمه الفاسده دي لعبوا، ما كانش فوق الارهاب، ما كانش دير لي اكسترا تيراس وش دير لي، خلاص درت لي ارهاب وما صدقتلوش، خاطر ما كانش منها. ما حب يقول لعبوا الكارطه الاخرانيه لعبوها، ما كانش واحد داير فوق، واش كاين كلمه مصطلح فوق الارهاب، واش والناس وطاحت الارهاب، الناس داروا لهم الارهاب بعد خرجوا برا، الناس داروا خاطر سلميين، خاطر كلش راه مدون. انا كي تقول لي واحد ارهاب بعد يخرج يقول لك سلميه وكذايا، ما كانش، ما عندهمش حل، عندهم حل واحد هو كما قلت تسليم السلطه للشعب. وهنا ما جيناش ننتقموا، وانا بالمباراه هذا نقول باللي الصراعات نوجه رسالتي لي زونسيان، هذا ما يقولش ما تدخلوناش صراعات ولا حسايف قدم، الله يستركم. انا ماشي معني بهم، انا شخصيا انا ماشي معني بهم، ماشي معني ب انا معني بالجزائر تستقل، الجزائر الحريه تاعها والديمقراطيه وتكون الحريات وتكون عداله مستقله ودوله تعدل القانون، يكون الانفتاح كما نقولوا. بصح ما طردنيش صفه انا ما حضرتلهاش وما عشتهاش. وما قاش يقول لك غاندي يقول لك لا تبنى الدوله بالانتقام، ما جيناش ننتقموا هنايا، انا جينا نناضلوا على الحريه، ما جيناش ننتقموا. انا ما جيتش ننتقم، انا ما جيتش ننتقم. حبي يقول اللي عنده صراع ولا غير يخبيه في القجر، اللي عنده صراع ولا صراع ايديولوجي كان ولا لوقر ولا يخبيه في القجر، ولا يتناقش بصفه بنيفو نورمال، تناقشوا بصفه نيفو عادي وبين الناس وقنع الناس ولا حاجه مليحه. بصح باش دخل الشباب هذوما اللي ما عندناش دخل في الصراعات القدام، من طرف شكون قتل فلان وشكون قتل فلان، هذا تاريخ يقعد التاريخ بيان سور، ما نغموش التاريخ. بصح باش دخلني في صراع ولا تقيديني على حساب الصراع، على حسب الصراع عندك صفه يا خويا، ما يا خويا يا خويا انا ما انا نضل على بلادي، مانيش نضل على لاكوس تاعك بيرسونيل، يعطيك صحة محمد. هضرنا على الحراك تاع 2019 تاع 2020، بهر العالم سي اكسيبسيونيل، محمد قالها توتالور جامي صارت في العالم كل اون اكسبيريونس كيما تاع الحراك، لكن الحراك ما حققش الاهداف تاعو. وعلاه في رايكم ما حققش 4 سنين من بعد الاهداف تاعو؟ كاين اللي يقول لك باسكو الحراك ولا لي زيليت تاع الحراك، النخب تاع الحراك رفضت التنظيم. كاين كيما بالك محمد نظن على حسب التدخل تاعو، يقول لك كاين اللي رجعونا، حبوا يرجعونا للصراعات القديمه، مثلا واش عاشت الجزائر التراجيدي تاع لي زاني 90، كاين اللي كانوا يحبوا يفرضوه كنقاش داخل الحراك ولا نقاش اساسي، وهذا الى في ديو مال دار المضره للحراك. كاين اللي يقول لك الصراعات الايديولوجيه اللي خلات واسمو اللي خلات الحراك تكسر، رغم يعني كاين الكوفيد، رغم كان واسمو كاين القمع اللي راهي نشوفوه اليوم. بصح كاين بزاف لي مناضلين، بار اكزومبل اون بو سيتي عبد الكريم زغيلاش اللي يقول لك لا فوت سي لا فوت تاع الشعب اللي ما قدرش ينظم روحه باش يواجه باش يفرض بديل سياسي في الجزائر. واش رايكم؟ يعني نقدر نتكلم؟ ايه بيان سور بيان سور. شوف انا تطرقت على كل حال يعني مقبله في التدخل تاعي لهذا الجانب، بلك سبقت السؤال. وي شوي ديزولي، يعني لان كاين ترابط على بالك، كاين ترابط ما بين الافكار وفي بعض الاحيان يعني لابد. نشوف يعني الطرح اللي نعتقد انا بلي هو يعني في المرحله وين الحراك كان قوي الى بغينا نستعملوا هذا التعبير،
وكان يعني النقاشات يعني ما كانش كان اللي يقدر يفرض لا الصراعات القديمه ولا صراعات ايديولوجيه، ما كانش قادر يفرض. لان بالعكس كاين محاولات، شفنا محاولات ولكن هذوك المحاولات ما نجحوش. يعني ما ملي يعني كانوا ينفخوا روحهم ويقول لك دوك يعاودوا يولوا وقت الارهاب وقت كذا، ليش ما بلي يعني ما الحراك كان بعيد كل البعد على هذا، وفرض يعني شغل الاحترام نتاعو لكاع الناس. يعني الاحترام تاع الحراك يعني ماشي يعني كلام فقط، وانما في الميدان شفنا بلي الحراك فرض يعني كاين بطبيعه الحال، ولكن هذه طبيعه كل الحركات الكبرى يعني في التاريخ نتاع البشريه نتاع الانسانيه. يعني في الحركات الكبرى بيان يعني كاين اراء مختلفه، ايديولوجيات مختلفه، كاين الانتهازيين لي زوبورتونيست، هذو اللي يجوا يحبوا يبروفيتيو من هذيك الحركه باش يحققوا مراغبهم ومصالحهم الشخصيه، اللي كان كما كان يحكي قبيل محمد. يعني شفناه بطبيعه الحال. ولكن هذا نقدر نقولوا بلي ظاهره عاديه، يعني في حركه من هذا النوع لابد تصيب. ولهذا لان هذه الامور موجوده بصفه عاديه، راح نقول طبيعيه، لابد على الحراك اللي يكون يعني باش يكون اكثر نجاعه، يعني بلوز افيكاس، يعني لازم يعني هذا التنظيم كي نتكلموا على التنظيم مساله اساسيه. يعني كيما نتنظموش، يعني مانيش نتكلم على التنظيم اليوم بطبيعه الحال ايضا لازم ننظمه، ولكن انا نتكلم على وقت الحراك. يعني لما الحراك لما كاين ملايين تاع الناس يتظاهروا لازم نبروفيتيو، هذا هو الدرس، بروفيتيو في الوقت هذاك وين الميزان القوي يكون معنا، قادرين نحبسوا بوتفليقه ونحبسوا هذيك الاجندات تاعهم اللي يحبوا يفرضوها علينا في ذاك الوقت. كان لازم علينا في هذاك الوقت نبداو التنظيم ونأسوا الهيكل القاعدية هذه تاع التنظيم الشعبي، ماهوش تنظيم يعني تنظيم ترانس ايديولوجيك، ترانس بوليتيك، ترانس كلش، يعني الناس يعني 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 الناس اللي تشارك في الحراك راهي جاية من جهة معينة. البطالين مثلا، البطالة في الجزائر مسألة أساسية، كما الشبان هذوك اللي كانوا يعيطوا لي الغنى تاعهم غنيناه معاهم واللي راهم يعمروا الحباس، اللي هما خاصة يعمروا الحباس، على خاطر نتكلموا على بعض الاسماء المعروفه لانهم صحفيين ولانهم كذا اللي راهم مضطهدين واللي راهم مقموعين، صحيح ونساندوهم الى ونطالبوا بالحريه لكل المعتقلين، ولكن الشبان كون كي نقولوا 300 ولا 350 معتقل سياسي معتقل راي اليوم، الاغلبيه تاعهم هما الشبان وماشي معروفين، يعني ماشي ذا الاسماء معروفه بارزه ولا لا، يعني شبان كانوا ينشطوا ديزاكتيفيست الى اخره، وبالك هذوك هما الساس، لان لازم نطرحوا المساله بهذه الصفه، يعني لان الحراك كانوا هما الساس، بغينا ولا ما بغيناش. يعني دونك يعني الفكره اللي حبيت نوصل لها هي باللي لازم ايضا نشوفوا القضيه، ماهيش برك نشكروا الحراك نقولوا الحراك وابهر العالم وبرك الى اخره، داكور هذه كاع متفقين عليها، قلنا بلي كان هذيك التنظيمات على من نوع تاع المسيرات كانت يعني بلوز موان كادري، كنا نرفعوا القاذورات نتاعنا، كنا نداويوا الجرحى نتاعنا، كنا هذا تنظيم، وهذه بوادر وهذه النواه تاع التنظيم اللي كان لازم نبنيو عليها تنظيم اكبر وتنظيم اعمق. لازم كي نديروا المظاهره نتاع نهار الجمعه ونقولوا لحكومتنا ولا للمصنع في المصانع في المؤسسات في الى اخره، كان لازم يكون تنظيمات في في في, في كل مكان، وهذيك التنظيمات التنسيق تاع هذيك التنظيمات هي اللي يقدر يمد لنا تنظيم شغل اكبر اللي يسمح لنا. على خاطر انا مثلا واش كنا نتكلموا من قبل، كنا نتكلموا النقاشات، ومحمد كان يذكر النقاشات قال لك نستفادوا منها في لا غروند بوست ويجوا الناس ونستفادوا منهم، داكور بصح النقاشات اللي في بوسعاده ولا في خنشله ولا في البيض ولا في ما استفدناش منها، بلا كاين افكار اللي ما تقالوش في الجزائر، ولو ان هذاك نتاع الجزائر كان غني يعني بالافكار، ماهوش هذا هو المشكل، ولكن يعني كل النقاشات في الجزائر لازم تتمركز كالكو بار، يعني في لازم تنظموا باش نمركزوها
باش المواطن ينخاوتنا اللي في تندوف ولا في تبسة ولا في كذا، الا عندهم افكار ما سمعناش بها في الجزائر العاصمه لازم نسمعوا بها، بالك هذيك الافكار هي اللي تفيدنا. دونك لازم نتنظموا باش الافكار والنقاشات المطروحه على المستوى الوطني كل المواطنين يستفادوا منها. دونك لازم نتنظموا باش النقاشات دوك نسمعوا بعضنا بعض بها الى اخره، لازم يكون تنظيم. وايضا هذوك النقاشات ماهوش من اجل النقاشات، رانا نحوسوا على البديل، رانا نحوسوا على المخرج، رانا نحوسوا على كيفاش نحققوا الاحلام تاعنا، نحققوا التطلعات تاعنا في الحريه، في العداله الاجتماعيه الى اخره، في السياده الشعبيه خاصه. دونك يعني لازم تنظيم يكون، بلا تنظيم ما نجحوش. وفي الحقيقه المساله تاع التنظيم اللي كان يضد التنظيم الى اخره، يعني كاين فهم باش الامور تكون واضحه على حساب رايي، باللي التنظيمات كل التنظيمات يعني المختلف سي با بور جوتي لا بيير اكس وي كذا كيما يقولوا، كل التنظيمات ماشي غير في الجزائر، في العالم. النظام العالمي كيفاه مبني الديمقراطيه نتاعو، نشوفوا واش راه صار في اوروبا، في فرنسا، في ايور الى اخره. يعني هذا النمط هذايا النمط هذا ضحك المصداقيه نتاعو في الحقيقه. شفنا الحركات اللي سبقت الحراك نتاعنا، شفنا اللي مثلا لي زانديني هذوك اوكيبي دور ستريت في ليزيتازوني، شفنا اللي طلعوا من مدريد وقلعوا عندها سنوات وسنوات، ايضا كانت فيهم هذه الفكره نتاع التنظيم لازم نخافوا من التنظيمات الى اخره. هذه الحركات اللي صراو البعد نتاعهم حبس، المد نتاعهم حبس، وكانت تجربه استفدنا منها الى اخره، ولكن حبس. دونك في الجزائر لما الناس بداوا يقولوا التنظيم اتونسيون الى اخره، باسكو نخافوا كاين تنظموا كاين اللي يجوا باسم التنظيم الى اخره، ولاو هما يحبوا يديروا علينا شيفان، يحبوا يديروا علينا الى اخره. هذا واش راه صار في الديمقراطيه الشكليه هذه اللي موجوده، تفوطي في حومتك على المير، بعد المير يولي شكون يتعنطر عليك، ما يستقبلك ما على بالو بك، راه كنت اللي درتو. دونك كاينه هذيك الغنيه الهائله تاع الحراك اللي نذكرها في هذا الصميم اللي كانت تقول يعني على تذكر القايد صالح في الغنيه وتقول له يا القايد الى اخره ما تنساش راك خدام عندنا. كل هذوما اللي راه في السلطه وخدامين عند الشعب، يدوا روندوم دي كونت، داير حسابات كما كنت نتكلم قبيل، كي دير قانون ولا دير كذا لازم الاختيارات الاقتصاديه والاجتماعيه ثاني هما الاساس داير الاختيارات الاقتصاديه والاجتماعيه. يعني الا اخترنا الطريقه هذه نقدروا يكون عندنا بزاف الشوماره ونتراجعوا في التنميه تاعنا، والا اخترنا طريق واحد اخر بالك نكونوا احسن. دونك الاختيارات لازم الشعب هو اللي يعرفهم ويخيرهم. دونك استدير الحراك بلا تنظيم ما نقدرش حتى، بلا تنظيم ما مركزناش، ونا با سنتراليزي نو ديبا دونك كاع الافكار، وبلا تنظيم ما نقدروش نوصلوا دونك لهاد الورقه اللي نقدروا نقولوا ورقه او ورقات. لانك حبيت نصحح يعني تقريبا بالك قلت سمعتها وبالك قلتها انا ثاني، باللي المساله هي ماهوش يعني لازم الحراك ينتج مشروع برك، بالك ينتج مشروعين، بالك ينتج ثلاثه، بالك ينتج اربعه. يعني التوافق ماهوش محسوب اوني كونداني لازم نقولوا كاع لا ميم شوز لينانيميزم هذاك، لا 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 نقدروا ما نتفاهموش. قال هذو جماعه ما يقولوا هكذا، حنا انا نقولوا هكذا، نقولوا عندنا زوج مشاريع والشعب يخير، يعني على ولا ثلاث مشاريع. دونك سي تادير يعني الفكره كي نقولوا المشروع السياسي ماهوش بالمعنى الاحادي، يعني لينيسيتي لازم فكره واحده، لان المصالح الاجتماعيه الى اخره متناقضه. يعني باش يديروا مشروع توافقي ما بين الخدامين والمعلم نتاعهم سي كومبليكي، لان المصالح نتاعهم متناقضه الى اخره. دونك ستادير يعني ولكن البروز مشاريع ثلاثه اربعه زوج الى اخره هذا اساسي، هذا مهم. مي باش نلحقوا له لازم التنظيم هذايا يمركز لنا كاع النقاشات نتاعنا الى اخره، باش باش الامور تقدر تمشي. شكرا. في النهايه حبيت نضيف برك سي سي بوسيبل وي الاستمراريه تاع النظام، انا تكلمنا عليها، رانا في نفس النظام، بدل الواجهه، بدل الاشخاص، بدل بعض الامور، قام ببعض التدابير، وهذوك التدابير لازم نقولوا باللي الحراك للان الرائحه تاع الحراك فيهم، يعني الضغط تاع الحراك واش جاب الحراك. الناس لازم تعرف باللي كي يقول لك البطالين عطينا لهم منحه ما عطاوها لهم في بنزيتهم باللي الحراك الضغط نتاعو لازم يكالمي ولازم كذا، يعني الخوف من عوده الحراك، الخوف من عوده
يعني الكفاح نتاع الشعب الجزائري بالمعنى نتاع الحراك الى اخره، يجعلهم يحاولوا يعني دونك هذوك التدابير الاجتماعيه والتدابير تاع مناوليه. ايضا لازم نعرفوا باللي بفضل الحراك، الحراك هو اللي فرض هذا الضغط، ولكن يعني المستوى السياسي انا نشوفه تراجع رهيب تاع القمع تاع الى اخره. بالك نوليه في المداخله الماجيه. شكرا محمود. محمد نفس السؤال، يعني واش رايك يعني في اللي يقولوا بليك الحراك مازال ما حققش الاهداف تاعو لانه ما تنظمش، لانه كان يلتها بمسائل يعني سيكوندير هكذا ثنائيه، وكاين اللي يقول لك كما قالها محمود في التدخل تاعو الاولاني ومام لا دوزيام انترفونسيون تاعو، يقول لك المساله الاجتماعيه يعني خلوها والحراك خلاها دو كوتي. كاين يقول لك الحراك في الحراك 2019 ما خرجش على بدون الزيت ولا على كيلو على لو بري تاع السكر، خرج على مسائل سياسيه، مسائل تاع السياده تاعو. بصح كاين اللي يقول لك نو جوستمون سي كو ما كانش واسمو ربط انجونكسيون بين المطالب تاع السياسيه والمطالب الاجتماعيه. كي تشوف ليكسبيريونس التجربه تاع تونس مثلا، شفنا بلي لو جي تي تي لا سنترال ايكيفالون تاع لو جي تي تاعنا لعب دور كبير في تغيير النظام لرحيل بن علي وتغيير وبناء مؤسسات يعني ديمقراطيه. واش رايك انت محمد في هذه المساله؟ يعني كاين اسباب واحده اخرى ابار القمع وابار الكوفيد اللي خلات 4 سنين من بعد الحراك مازال ما حققش الاهداف تاعو؟ السلام عليكم خويا العزيز. ما نقولوش ما حققش الاهداف تاعو، مازال ما حقق كامل الاهداف تاعو. ايوا ماشي ما حقق الاهداف تاعو. انا نعطيك زعما ماشي شعبويه ولا نقول لك الهدف الاسمى اللي حقو خلق طبقه مناضله لي جان، هذا هدف اساسي. سركيزه بدات كما نقولوا شعلت الشمعه دوك دير الضوء بلا عقل. وكيسيون تاع المطالب الاجتماعيه ومطالب سياسيه، المطالب الاجتماعيه مربوطه مع المطالب السياسيه، ما نقدرش نحيهم مربوطه. حبي يقول بالك كان بيريودا وين كانوا الشعب برا وقدامنا، كان اللي كان يقول بلي امور سياسيه غير امور سياسيه. بصح دوك حاليا كي رانا نشوف المنشورات كدايا، الدرا يهضروا على الزيت، يهضروا على البيض، يهضروا على هكذا، وهادو حراكيين. حبي يقول تسيب شغل سانفورماسيون كيما نقولوا بلا عقل. ومساله الوقت، التنظيم ونولي بالك التنظيم هكذا، مساله التايمينغ تنظيم. بصح التنظيم ماشي كيما يحب بنادم ولا كيما يحبوا زوج. كيما قلت واحد يقول لك نديروا فكره، نديروا مترشح ونروحوا كاع موراه فوطي. لا انا ماشي لا حقك دير الفكره هذه، بصح ما تفرضهاش عليا. ماشي كي يقول لك لا تقول لي الحراك ما يعرفش ولا الحراك ما نجحش ولا الحراك شو تكسرني، يا تجي معايا يا نكسركم كاع. لا خويا الفكره تاعك نحترموها، انا ديمقراطيين نحترموا الفكره تاعك، بصح انت تحترم الناس. ماشي لازم تقول لي نديروا فور 2024 نديروا مترشح وكامل الحراك نروح. لا دير مترشح تاع الحزب تاعك وعبأ له براسك، ماشي تجيب ماشيش انتهازي كيما نقول عفسها انتهازي. يحب يقول جيب الحراك هادو تقابل مرحله القمع ومرحله اللي راهم كيما نقولوا ضاغطين على لي جان وضاغطين على المناضلين طريقه كيما نقولوا بالك اللي ما يعيشهاش باك ما يحش بها. وبعد يقول لك لا نديرو رئيس ونروحوا كاع موراه. يا خويا انا الفكره هذه ما عجبتنيش، نحكي كاع شخصيا انا الفكره ما عجبتنيش. تقول لي اطرح لي افكار، نطرح لك افكار ماشي مشكل. وما يقول وما يمشوا المشاريع تاعهم السياسيه كما قلوا تاع حزب حقه يمشي المشروع السياسي، ما تمشيش بيا، تمشيش بالناس، الناس هي فايقه، الناس هي ما تمشيش ما يجيش معاك. ولا عندك تعبئه في الحزب تاعك كبيره وكذا وتروح روح ديرها، على تسنى الناس. يا اخي تقول الحراك فشل وكذا، يا خويا الحراك فشل دير نتايا. من يقول لك الحراك فشل ومن يقول لك لازم نديروا رئيس وكاع يروح يفوطيو عليه، تناقض هذايا. والسياسي المحنك اللي يجمع بين التناقضات، اللي يجمع كما قال خونا من قبيلات، قال لك ماشي لازم نكونوا كاع في كوتي واحد وشغل شموليه. صح ما نكونوش احاديه التفكير بيان سور، هذه الديمقراطيه. بصح كاين تناقضات، اللي السياسي المحنك اللي يجمع بين التناقضات تاع مشروع تاع بلاد.
تاع ماشي تاع دوكا، ماشي تاع نروحون فوطي وسلام عليكم، لا تاع بلاد، مشروع دوله كش نبنوا بلاد، بلاد نبنوا على 10 سنين على 20 سنه. الجزائر عندها اختلاف في الافكار، وهذه نعمه، هذه عفسه مليحه، هذه في الهند، في الهند عندهم 999 ديانه، 4000 لغه، وقدروا الاخر. هنا واش عندنا حنايا؟ واش عندنا كما نقولوا؟ اللي جمعنا اكثر من اللي فرقنا، وعسل تفرقنا، ماشي تفرقنا حرب ولا تفرقنا افكار، ومليحه تدافع الافكار. انا ما خمش كيما انت وما تخمش كيما انا، لازم ما نقدرش باش تكون بلاد قويه، ماشي لازم كاع نخمو كيف كيف، ماشي روبوات حنايا هذيك نولوا شغل ديكتاتوريه، كاع لازم نخمو هكذا ولا نخمو هكذا، لا لا خم هكذا وانا نخم هكذا، بصح شكون السياسي اللي يجمع بين التناقضات؟ هذه خم هكذا وهذه خم هكذا، كيف تجمع بيناتهم؟ اعطينا هذا هو السياسي. وكما قلت كلمه حبيت نقولها، تاع النخبه السياسيه ولا كما نقولوا ليليت ولا يقول لك انا ما نقدرش ندير خاطش القمع ودوني الحبس، لازم نضحي كما الشباب يضحي، ضحي، ماشي تقول لازم النظام ماش يفرش لك طابيروش، النظام ماش يفرش، راهو يقاوم باش يريح النظام، حتى هو راهو يقاوم باش يريح باش يقعد في السلطه، وانت لازم واحد لازم يضحي، لازم بيناتهم يتلاقاو، جامي يسلموا التلاقى، تلاقاو هكذا وصح ما يخليهمش يتلاقاو، واي واحد يتلاقى يديه الحبس، ما عليه بصح، ماشي تخرج لي نهار العيد تقول لي صح عيدكم، وتخرج لي نهار المولود تقول لي صح مولودكم، وبعد كي الناير تقول لي اسو قسامك قاس ومحرم تقول لي لا لا، راك فاهم، اعطيني ممارسه تاع السياسه، اعطيني ممارسه، اعطيني مشروع، اطرح مشروع معك، واحد اخر يطرح مشروع، واحد اخر يطرح مشروع، نسيو نجمعوا عفايس البوزيتيف كاع فيهم ونخرجوا بعفسه شابه، ماشي يقول لك القمع اوكي، القمع واللي يهضر كلمه ديكتاتوريه، جاميش ديكتاتوريه كيما تاع الجزائر، حياتي قريت شويه زعما تاع ديكتاتوريه، لا تاع الجزائر بزاف، تاع تنظم، لازم تنظم، لازم تلاقى باش لازم تهضر، لازم تلاقى، لازم طرح افكار، لازم طرح افكارك للناس، يديك الحبس ويدير لك ارهاب، هذه هي كي داروا الماده 87 مكرر، هضروا عليها وندوا بها، ندوا بها احزاب، ندوا بها منظمات حقوقيه، ندوا بها كذا، خاطش هذيك هي كانت مربط الفارس باش يقمع لك كاع الحريه تاعك. لو كان تقرا الماده كاع واش فيها، تشوف تجتمع مع ربعه بقصروا سياسه تولي ارهابي. ما انا جاميش انا ارهابي تقهوى في لاكرو بوست ولا ارهابي تقهوى في لاكرو بوست ويضرب باب الواد عادي، ولا هو ارهابي حاب يقول هذا ما كاش الامن المال، من تقول لي ارهابي ومن انا نسقهوى في لاكرو بوست ونريح نشرب قهوه، حاب يقول ما لازم تضحيه، انا واش نقول للسياسيين كاع والنخبه وقدامنا، لازم تضحيه، ما كاش عفسه تجيب لها تضحيه، ماشي تخاف يديك الحبس راه جوز الحبس، راه يديك الحبس او تظلم فيك، انت يديك الحبس هذا يدي الحبس معاك، ما يقدرش يتحكم كاع، باقي في حلمه محتشدات، خليه يحلم محتشدات، رمضوا على جاب بلادنا، ولا نقولوا بن مهيدي، نقولوا عبان رمضان، ونقولوا الاخر عندك ما اقتديوش بهم، ما بداش شغل تاع هذيك تاع ما نديروش كيما هما، شغل بن مهيدي غير في الشعارات وعبان ودا غير في الشعارات، ولا حاسبه من بوعلي، بصح عندك كنا كتولي الصح يقول لك لا لو كان تهضر كلمه يديك الحبس، بالي بلي كان تهضر كلمه يديك الحبس، بصح ضحي اهضر كلمه وخلي يديك الحبس، هذه الضحيه اللي جات الجزائر، ماشي نقولوا باينه تكون الذكاء ما تكونش التهور، بصح ما يكونش الجبن، حتى الجبن عفسه ماشي الخوف غريزه، الجبن اللي واعر كي تكون جبان، الخوف حقك تخاف على ولادك، اي واحد غريزه في الانسان، بصح تكون جبان ماشي مليحه، تكون جبان اي عفسه تقول لو كان تلاقى مع فلان وفلان وفلان وعباد عادي كما نقولوا، ماشي زعما تلاقى مع ما باش انا مع القاعده ولا تلاقى مع الاخر ولا عباد جزائريين كيما انت تلاقى معهم في قهوه يقول لك لا نخاف نتلاقى معهم يدوني الحبس، ولا لازم نعيشوا حريتنا، نكرسوا حريتنا مع روحنا، نعيشوها داخل فوسنا، نعيشوها كي نعيشوها تفرض عليهم، كي نعيشوها نكونوا كيما في 2019 كانوا يضربوا بك ليمون جان وكان يضربوا وانا نكملوا، هما يضربوا كليمون جان وانا نكمل بسلميه، وانا عيط لهم سلميه كانوا يضربوا فينا انا نقول لهم نكملوا سلميه وكذايا، لازم بهذيك الروح، ما هما بناو جدار الخوف، يبني لك جدار الخوف، وهذا جدار الخوف وهمي، والله غير وهمي، هذا جدار الخوف وهمي، تعال يديرها لك والناس الناس بدات شغل كان اللي خافوا، ايه اوكي خاف، بصح ما تجبنش، جامي تكون جبان، هذا ما كان،
ما نحكي سورتو النخبه السياسيه كما نقولوا اللي محسوبه على الحراك وكذا، منا لازم يكونش جافان، لازم تخدم، ماشي تقول لي نظام فاسد وكذا. على بالي بلي نظام فاسد، على بالي بها كاع على بالنا بها، كاع الشعب الجزائري كاع على بالو بها نظام فاسد. اعطيني انت واش تمد كسياسي، انت واش كيفاش واش دير، كيفاش تتحرك، وريني نشوفك كيفاش تتحرك، نشوفك دابا بالك انا نتعلم، بالك انت الشبيبه تعلم من نتحرك واحد، بصح حتى تقعد في دارك وتقول لي نظام ما فاسد ودار بيبليكاسيون، انا ما تجيبش جديد هذه. ما من الناس راهي تشوف وراهي تشوف وراهي تميز كذا، مانيش نكسر في حتى واحد، انا يوم راني نكسر في حتى واحد من جميع واحد يقول كلمه الحق حق ويقول كلمه الحق. فيسبوك ماشي فيسبوك يحبها بالصح، انا هذا يقولوا تحفيز فقط، هذا ما كان ماشي ماني نقطع فيهم ولا خاطر جميع واحد يحب بلاده وينوض على بلاده. خويا العزيز ما كاش ما تزيدوا في الوطني عليهم وحمي الزايد على في الوطني على واحد اخر، بصح هذا يقولوا تحفيز مع عند شاب جزائري برك، هذا ما كان تحفيز نورمال، نقول تحفيز باللي الانسان لازم يضحي مهما يكون سياسي ولا يكون مناضل، ماشي غير طبقه كما نقولوا لي الناس راهي في الحبس اسمواتهم ما نعرفوهمش هذوك، ما يضحي ويدخل الحبس يعاود يخرج يعاود يدخل الحبس، يضحي يهضر يدير واش قدر. بصح واحد عنده تكوين سياسي وعنده خبره في السياسه، ولا بالك انا ما عنديش خبره كبيره في السياسه ولا ما نعرفش نتحرك، نفهم السياسه باش شكليا صح، التحرك تحبك ما نعرفش الميكانيزمات تاعها كيفاش نتحرك، ده اللي يعرف يتحرك ماشي غير الهضره برك، ماشي يجي الشعب يتحرك لك بلاصتك، انت سياسي تحمل مسؤوليتك كيفاش تحرك، تقول لي نتحرك يدوني الحبس يديك الحبس يديك الحبس، كيما الناس كيما كاين نساء عمل ليلي امراه كاين قميره سيد سعيد سيد امراه راهم نساهم في الحباس، نساهم في الحباس بالك الرجال كينساو والمراه ما نقولوش انا المراه شغل نطيحوا بها يقولوا راهي في الحبس، شغل المراه في الحبس كيف كاين مراه كاين راجل يقدروا كاع مواطنين في زوج يقدروا يدخلوا نساء يقدروا يدخلوا رجال كذا، حب يقول مجميع واحد يقاوم وما يكونش جبان برك، هذا ما كان معليه الخوف غريزه، ما نقدرش انا نقول له ما تخافش ولا ما شكون انا، هذه غريزه تاعو بصح الجبن لا والتبرير للجبن يقول لك لا ما ما تقدرش دير ما تقدرش دير وخلي يضحي على جنب بلادك دير يا اخي، انا في اطار سلميه ماناش نقعدوا سلميه ونريحوا سلميا وما كانش عفسه ومجمع واحد يدعي للعنف، راني متبري منه من هنايا، مجمع واحد يدعي له الدره تاع عنف راني متبري منه انايا ومن مبادئ الحراك ماشي غير انا، كاع الحراك تقول له العنف يقول لك انا متبريين، انا الحراك متبري واحد يقول يهضر على العنف ولا يدينا في طريق العنف باي شكل من الاشكال، باي شكل من الاشكال طريق العنف متبري منه كاع الحراك، حتى هذا مبدا سلميه كنا اول مبادئ تاعنا هي السلميه والوحده كما نقولوا. بصح انا شفنا دوكا شغل كنا كان الحراك برا والشارع وقدام منا قاع الاخر بصح كي دوكا هذا هو الوقت اللي بان سياسي شجاع، هذا هو الوقت اللي يحب يكتب تاريخه، ماشي يكتب تاريخه كي كان الشعب برا بالملايين ولا دوكا، يحب يكتب تاريخه ماشي غير باش يكتب تاريخ باش يهضر على بلاده، ما نقولوش يكتب التاريخ تاعه ولا ما يكتبش التاريخ تاعه، التاريخ يكتب وحده. بكري يقول لك واحد المثل يقول لك التاريخ يكتبه الصياد، الحجله ما عندهاش مؤرخ، دوكا لا دوكا كاين اليوتيوب وكاين فيسبوك هو المؤرخ كما نقول، كاين لي فيديو كاين هذوما المؤرخين، هذه هي لازم كما نقولوا تحركوا، وهذا والله مجرد تحفيز وما شغل شغلوا كاين التاريخ باش ما يكونوش شغل تاع هذيك تاع كما صارت لنا الثورات بكري ما كاين والو ردوا منا زعامه وكذا يا شغل لا نقولوا كلمه الحق نقولوها نورمال عادي، ما في النظام وفي خاوتنا سياسيين كذا في النخبه نقولوا كلمه الحق بطريقه محترمه، انا نقول لهم ونعاود لكم هذا تحفيز فقط ماشي مانيش نضحكي هنايا ولا وكان ننتقد معليه ننتقد حقين ننتقد كي نحب ننتقد اي واحد، بصح هذا مانيش الانتقاد هنايا، انا خاطر الله فيت ورا مانيش انا في التحفيز نحفز فيهم ونقول لهم هايك مو دوكا اللي ما يكونش الانانيه انا ما نريحش مع واحد خاطر انا ما نحبوش ولا دير مصلحه تاع مور الحريه، جيب الحريه وبعد ديك الساعه مازال ما جبت الحريه ودير مصلحتها، انا ما نتلاقاش مع فلان خاطر سيد نتلاقى معاه فلان مزيتك تورح حتمت عليك تلاقى معاه، كاين بكري في 54 عباد ما يتفاهموش ما يتشاموش كاع، بصح كي جابوا من الوطن تلاقاو كي ناداهم الوطن تلاقاو نحاو كاع الامور الحسابات تاع الموقع تاعهم وحسابات الخاصه هذيك تقولها خاصه، وماشي اللي يجي
نظام فاسد وعملنا به نظام فاسد وقولها نظام فاسد معليه بصح كسياسي ما نكونوش عطينا ملموس سياسي عطينا خدمتك السياسيه وشنو هي عطينا مشروع عطينا هاي واش نقدروا نديروا هايك قال هايك انا واش نقدر ندير اطرحوا افكار ماشي تطرح لي فكره وتقول لي تقيدني بها فكره تقيدني بها تقول لي نديروا رئيس 2024 وكاع نروحوا مورا يعني ماشي مشروع هذا يعني ما اوكي قلت هذا انا ما نجيش معك ما فيهاش كي نعرف مثل عفسه ما عفسه 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 واقعيه فتكون تكون اكاديميه تاع الصح تماك بالك خاصه سياسي ماشي تقول لي تستغل مرحله الضعف تاع الشعب تاع القمع الضعف تاعو خاطر من القمع كما نقولوا وتقول لي لازم هكذا ولا لو كمان ديروش هكذا انتوما كاع ما تعرفوش غير انت اللي تعرف انت هو ما يعرف والو والله ما يعرف باك في التوراة باك في التوراة ما عبالوش في الميدان تاعها وكما حاليا انا وانا في الميدان وكذا بالك وكان نفتح له برك الكوفر هكذا بالك يعرف ما يقدرش يريزيستي خمس دقائق يعطيك صحة محمد السؤال الأخير كيفاش تشوفوا التطور الوضع السياسي في الجزائر كاين سؤال يعني اسمه يعاودوه لزانترنوت كاين اقتراح كان محمد طرق ليه في التدخل تاعو بليك المعارضة في الجزائر تجتمع وتحول أرضية هكذا يا بروغرام كومان اوتور دو لا ترانزيسيون بوليتيك الانتقال الديمقراطي وباش تشارك في الانتخابات الرئاسيه تاع 2024 هي يقول لك رمزيه على بالنا بليك المرشح النظام تبون ولا واحد اخر راح يديها سوسرا اون ماسكارات كيما اللي صارت في 12 تاع 2019 كيما صارت في الانتخابات التشريعيه كيما صارت في الريفيروندوم حول الدستور بالصح يقول لك تكون راح تكون فرصه تاع نقاش بين المعارضه بين الجزائريين والجزائريات حول التنقل الديمقراطي انت محمود نعرفك في الحزب اللي كنت سكرتير جنرال اللي تم تجميد نشاطه في العام اللي فات كنت دائما تقولوا بلي حنايا بالنسبه لنا المشاركه في الانتخابات هي مساله استعمال منبر سياسي باش نعبروا على الاراء تاعنا على التصور تاع الحزب تاعنا الى اخره يعني واش اللي مانع بلي ديروا نفس الشيء مع احزاب اخرى مع قوى تاع المعارضه اخرى بمناسبه الانتخابات الرئاسيه تاع 2024 واش رايك محمود لو كنا نقولوا باش نكمل الجمله نتاعك اون كالكو سورت كنا نقولوا باللي الانتخابات ماهيش وسيله للتغيير الانتخابات في وقت بوتفليقه ولا قبل بوتفليقه ولا اليوم ماهيش وسيله للتغيير يعني ماشي بالانتخابات اللي راح نغيروا الامور هذه الفكره الاساسيه ولكن بعد هل نبقى نقولوا برك الانتخابات ما نغيروش ولا لازم ندخلوا للميدان ونقولوها ويعني نذكروا بالافكار نتاعنا بالمقترحات نتاعنا بالبديل نتاعنا الى اخره اذا لما يعني ما كانش ما يمكن القيام به خير من الانتخابات كما مثلا كي يكون الحراك ولا يكون يعني دم خير من الانتخابات يعني ما نمشيش للانتخابات و انا بويكوتي دي زيليكسيون سواء في هذوك نتاع 2002 باسكو كان الدم تاع الشهداء تاع 2001 ل 128 شبان اللي قتلوهم في 2001 في من ناحيه القبائل يعني بصفه خاصه يعني ما نقبلش الى اخره في الى اخره في ظروف اخرى ايضا ما شفناش ولكن المشاركه تاعنا كانت بهذا المبدا باللي الانتخابات ما نامنوش بها ما نامنوش بالانتخابات راح تغير هذا هو ما نامنوش لماذا لان الانتخابات اللي نظمها يعني ماهوش نظمها بصفه ديمقراطيه القانون تاع الانتخابات ماهوش ديمقراطي اللي يشرف عليها يعني معين الى اخره دونك يعني وكانك تشارك في مسرحيه تشارك في مسرحيه وعلى بالك البدايه النهايه تاعها الى اخره دوك حنا قلنا ولكن هل كي نشاركوا في المسرحيه هذه نقدروا فوق المنبر هذاك تاع المسرح نقولوا اشياء للجمهور وهذيك الاشياء اللي بالك تفيد من هذا الباب شاركنا في عده انتخابات مختلفه وما شاركناش في انتخابات اخرى ذكرت الاسباب
في 2024 دوك المساله ماهيش في لان الانتخابات يعني الانتخابات لازم الشعب يخير مش الشعب يخير لازم الشعب يكون حر لازم الشعب يكون يعني على دراية بكل الأفكار وبكل البرامج وبكل مش الحساب السياسي برك ما المواطنين اللي يحبوا يشاركوا ويدخلوا ويقدموا بدائل داخل باش نكونوا في هذا الجو هذا لازم يكونوا في القمع اللي رانا عايشينه يعني إذا عندنا معتقلين سياسيين ومعتقلين رأي وعندنا توت الناسيونال يعني ان ديسبوزيتيف جوريديك يعني القوانين هذوما ذكرنا من قبل 87 7 ولكن كاين عده قوانين يعني اللي تقمع وتمنع الى اخره اذا لي ميديا بيبليك اللي هما ملك نتاع الشعب التلفزيون والراديو وغيرهم ملك نتاع الجزائر نتاع الشعب الجزائري توت لي زوبينيون اللي موجوده في الشعب الجزائري عندها الحق تكون عندها مكان وفضاء الى اخره الداخل دونك يعني هذا الاشياء يعني الابتدائيه اليمونتير يعني اللي لازم تتحقق الا ما تحققتش هذا وكيفاش نديروا انتخابات وحنا كنا نقولوا البارح في المسيره نتاع الحراك ما كاش انتخابات مع العصابات هذا كان هذا من الشعائر برمي لي سلوغون دونك كيفاش اليوم ندخل في الانتخابات وانا نشوف الانتخابات هذوما ماهيش تجري في اطار يعني اليا مينيموم يا سيدي ديمقراطي كان سميك ديمقراطي لازم لهذا احنا في كل مره يعني تكون المناسبه كما اليوم نذكروا بلي لازم يتوقف القمع ايميدياتمون كل الاجراءات تاع القمع لازم تتوقف درك قبل غدا لازم اطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلين الراي كلهم واعاده الاعتبار يعني الريابيليتاسيون باسكو كاين اللي كسروا له خدمته وكاين اللي كسروا له عائلته وكاين اللي كسروا له شيء ولازم نرفعوا كل العراقيل وكل التدابير اللي ما تخليش نمارسوا بصفه فعليه الحريات الديمقراطيه لان الحريات الديمقراطيه مكتوبين في الدستور مكتوبين باللي عندنا الحق نظهر وعندنا الحق نديروا كذا وعندنا الحق فعليا ما ماهوش موجودين في الحقيقه دونك لازم نكونوا نمارسوهم في الحقيقه دونك رفع كل التدابير توت لي زونتراف ليكزيرسيس دي ليبرتي ديموكراتيك للممارسه الفعليه للحريات الديمقراطيه ولازم من بعد نفتح النقاش وطني للمده اللي ضروريه امام الشعب وبصفه يعني شفافه الى اخره امام الشعب وين كل الافكار وكل التيارات وكل الاراء تطرح امام الشعب الى اخره باش الشعب يقدر ومن بعد كي نديروا الانتخابات انا درنا الانتخابات في ظروف مقبوله اذا يعني رفعنا كل الامور وهذا النقاش اللي نتكلموا عليه ماهوش نقاش ما بين ديزاباري اجهزه والنظام ولا لا نقاش في كل وسائل الاعلام وفي كل اماكن وفي كل كذا يعني شغل الحراك نقاشي اون كلكو صاف حول كل الافكار الى اخره باش الشعب يقدر يخير بكل حريه وبكل شفافيه يعني في جو كما هذاك نقدروا نتكلموا على الانتخابات ولكن اليوم احنا بالنسبه لنا اللي يتكلموا على الانتخابات ويقول لك نديروا ان كانديدا توافقي كيفاش توافقي يعني توافقي ما بين شكون وشكون لازم نعرفوا التوافق هذا يكون ما بين شكون ما بين الناس اللي مكمومه افواههم ومقموعين ومحبوسين كيفاه دونك التوافق لازم يكون ما بين ناس احرار اللي يوافق وما يوافقش ويرفض وما يرفضش يكون حر سيد باش نكونوا اسياد لازم دونك هاد الشروط اللي ذكرتها على الاقل وبلا كاين شروط اخرى مي هذا على الاقل دونك توقيف القمع يطلق كل المعتقلين السياسيين رفع كل التدابير وكذا على الممارسه الفعليه هو تنظيم نقاش شفاف امام الشعب الاخير ونشوفوا الا نديروا الانتخابات هكذا ولا مذهي ولا المراقبه احنا كنا قلناها في كل مره تاع الانتخابات احنا ما جامي استعرفنا بهذيك اللجنه المراقبه تاع ما استعرفش انا بين اللجنه تراقب لي وتقول لي الحقيقه انا مانيش مجبر باش الشعب هو السيد لازم الشعب هو اللي يراقب في كل مراكز تاع الانتخابات الاخيره يكون الشعب واقف انا نفوطي هنايا وندير صوتي هنا نوقف عليه والى اخره دونك لازم نكونوا في جو يسمح الانتخابات دونك اليوم اللي راهم يقترحوا في الانتخابات ويديروا مرشح توافقي احنا يعني ما نشوفوش بلي الامر بهذه الصفه
على كل حال نحترموا الاراء نتاع الجميع، ماشي هذا هو المشكل، الاحترام لا بد منه نحترمهم الى اخره، ولكن احنا ما نظنوش باللي نقدروا نديروا يعني كونديدا توافقي في يعني، لان التوافق كاين يعني نعاود نذكر مره اخرى ذكرتها من قبل، كاين كونتراديكسيون سوسيال، كاين تناقض في المجتمع، المصالح الاجتماعيه الاقتصاديه، كيفاش نديروا واحد يمثل الذيب والراعي؟ ما نقدروش نديروا واحد يمثل الذيب ويمثل الراعي، هذه ماهيش تقريبا ممكنه، دونك يعني لازم بالعكس نديروا اللي يمثل الراعي واللي يمثل الذيب قال انا نشوفه، وكل بالك الذيب يجوا زوج ديابه ولا ثلاثه، وبالك اللي يمثل الخرفان يكون ثاني بالك. احنا ماذا بينا يكون توافق ما بين نفس المعسكر نفس الطبقه نفس الشريحه الاجتماعيه، يعني يعني اللي عندهم نفس التطلعات نفس لي ميم زاسبيراسيون نفس لي زاسبيراسيون با لي زاسبيراسيون، دونك يعني هذوك يعني يقدروا يديروا توافق الى اخره، وحنا نقدروا ندرسوا توافق، ولكن دائما ماشي في الجو هذا تاع القمع، في الجو هذا تاع القمع واش ممكن فكره لازم نشطاطوا رفع هذا تاع القمع الى اخره، ومن بعدك نتكلموا كما كان يقول مقبله محمد ونوافقوا. انا انتظر محمود كاين انا انتظر كمال مقطفي قال لك كيفاش واش تقترح بور رامني لو بوفوار ا بيرميت سي كونديسيون داتر افيكتيف. اي بان جي لي ديجا بروبوز با جي لي با ان تيرم دو جو سيتادير اقترحنا في عده مناسبات مرة الفاتت ثاني، وقيلة تكلمت عندكم مرة على كل حال، هذه ثانية اللي تكلمت في راديو أم صافي كالكو طون كي تكلمت فيه، قلت بلي لازم اليوم رانا بحاجة إلى جبهة أن فرون جبهة ديمقراطية، يعني كي برون شارج لي ريفونديكاسيون ديمقراطيك هذوما، وطالب بهذه المطالب هذه المطالب اللي ذكرتهم هذو متاع توقيف القمع، إطلاق سراح المعتقلين، رفع كل القيود وكل التدابير الممارسة الفعلية للحرية في الجزائر، ومن بعد نفتحوا هذا النقاش الأخير. دونك هذه جبهة، هذه ممكن، هذا ما ناش نطالبوا باش نديروا انتخابات من الواحد يمثل، ولا نديروا جبهة نطالبوا بهذه ونفرضوهم، يعني نفرضوهم بالمعنى السلمي في طبيعة الحال، نفرضوهم بالمعنى السياسي، نفرضوهم بالتعبئة، نفرضوهم بتجنيد الشعب الجزائري قال الحرية، يعني السيادة تاع الشعب، بما أن السيادة الشعبية يعني الناس با لا سوبرانتي بوبولار يعني اللي هي الاساس، ومام الحراك يعني كان مام الحراك كي كان يدير لا ريفيرونس للدستور تاع بوتفليقه، معليش كي كان يقول الماده 7 و8 يعني المحتوى المضمون هو الشعب هو السيد، الشعب هو اللي يسيد، دونك باش السياده تولي لازم الحريات، باش الشعب يكون سيد لازم يكون حر، باش الشعب يكون حر لازم نبنيو هذا الجبهه حول مطالب انيه اورجون يعني ايميديات، يعني ايميديات ما ونكافحوا عليها، نكافحوا عليها بالمعنى الحقيقي للكلمه، ماهوش في ايفيدامون في لي ريزو سوسيو، لا نكافحوا عليها، وحنا كاين مبادرات عملنا عليهم بالك ما نجحناش يعني كما يقول لك من اجتهد واصاب والى اخره، دونك كاين مبادرات اخرى رانا نحاولوا نعملوها وناخذوا الدروس ونشوفوا يعني الامكانيات من هذا الطريق، احنا حاليا رانا في هذا الطريق، مي احنا يعني كمناضلين كنا في حزب العمل الاشتراكي، لازم نذكر بحزب العمل الاشتراكي البي اس تي يعني لعب دور ثاني في الحراك، يعني باسكو الحزب واش ماوش الحزب حب يقول حاجه تخوف، باسكو طونسيون كيقول لك هذوك احزاب وهذوك راهم بارتي حب يقول سي تان كوليكتيف دو سيتويان، يعني مناضلين مواطنين اجتمعوا تفاهموا على برنامج وحبوا يحاربوا عليه يعني يدافعوا عليه، هذا هو يعني احنا البي اس تي اللي قلت لك ديجا ذكرت اللي تلاقينا مع محمد الى اخره في الحراك، كنا تقريبا من بين الاحزاب القليله اللي يعني شاركت يعني افيك ديكاري افيك شعارات الى اخره، كنا نتكلموا على الحراك تاع نهار الثلاثاء، ونذكر مره اخرى باللي النواه الاولى تاع الطلبه اللي بداوا يديروا الحراك تاع نهار الثلاثاء بداوا يجتمعوا عندنا في مقر حزب العمل الاشتراكي، غلقوه لنا دايور المحامين كانوا يتظاهروا ايضا، وجات داير ارتي صورت اليبو في هذو لي برومي نوايو دو دي موفمون ايتوديون، للمحامين النواه تاع المحامين كانوا يجوا يجتمعوا عندنا الى اخره، يعني ماهوش باش نقول كذا، ولكن باش نقول باللي
الحزب العمال الاشتراكي البيستي ومجموعه من المواطنين المناضلين تعرف يعني يشوفوا باللي الدور تاع الحركه العماليه مهم كما ذكرت قبل لاسباب مختلفه، ونقولوا باللي المساله الاجتماعيه الاقتصاديه مساله مهمه لازم نشوفوا كيفاه تكون في قلب المعركه ايضا، مش المعركه لان الحريه هي غايه ووسيله الى اخره، ولكن باش نحسنوا بس كل واحد كيكون حر وما عندوش واش ياكل وماشي يخدم واش كذا يعني هذيك الحريه ماهيش حريه ايضا، دونك يعني لازم نتفاهموا مليح مليح. شكرا محمود. حنا نظنوا باللي لورجونس سي لي ريفونديكاسيون ديموكراتيك هذوما كو جو فيان دو سيتي يعني اللي ذكرتهم بصفه يعني هذا كل المناضلين ماهوش احزاب برك ولا يعني اشخاص الى اخره كما كان يهضر محمد قبيله لازم نبنيو اليد باليد نديروا هذه الجبهه هذه بصفه عقلانيه الى اخره باش نوقفوا هذا الظلم، نوقفوا هذا الديكتاتوريه، لان هذا هذه سمات الديكتاتوريه لما دير قوانين الى اخره كما كنا نتكلموا يعني باش نوقفوا هذا الهجمه الشرسه تاع الديكتاتوريه في بلادنا. وحقيقه يعني جبهه التحرير الوطني تاع 54 خرجت منين خرجت من تيار وطني اللي كان واسمه الجيم شمال افريقيا وحزب الشعب الجزائري، ما عرفوش كيفاش ولا واسمه انتصار للحريات الديمقراطية، حركة انتصار الحريات الديمقراطية. دونك المسألة تاع الحرية الديمقراطية مسألة في قلب وفي صميم وفي عروق يعني في الجذور تاريخيا تاعنا تاع الكفاح تاعنا والحرية الديمقراطية نطلبوا بها اليوم هي امتداد لهذا. ويعني شكرا يعني الكلمة الأخرى اللي بغيت نقولها بلي في افريل 21 داروا لنا يعني بداوا المتابعه نتاعنا القضائيه الى اخره، في افريل 22 منعونا مجلس الدوله دار قرار منعنا يعني كحزب سياسي موقوف عن النشاط وغلق المقرات، هذا هو القرار تاعهم. دونك في يعني اون با اكتيفي كيما كنا يعني رانا تحت احزاب اخرى دوك تحت كيما لانديس غير كيما لا ليغ دي دروا دو لوم لايتي ديسوت كيما راج لايتي ديسوت كيما يعني كاين عده تنظيمات كاين صحفيين نهار لحد غير غدوه ولا كاين احسان القاضي هذاك راح يجوز ولكن كاين مئات ومئات اخرين معتقلين سياسيين ما فكرت لي يجوزوا غدوه وغير غدوه وغير غدوه وغير غدوه يعني رانا في هذا الوضع. لهذا قلت ليورجونس دونك كاين استعجال باش نبنيو جبهه مع كل القوى اللي تشوف باللي لازم نحبسوا هذا المد تاع الديكتاتوريه ونطالبوا ونغيروا ونبنيو ميزان القوى اللي يفرض الحريات في الجزائر. الحريات بالمعنى هذا اللي كتو هذه هي نظن المهمه الاستعجاليه نتاعنا اليوم. لو ميساج اي باسي. شكرا محمود. محمد في نفس السؤال يعني او محمود تطرق على الجو الحالي تاع القمع انترديكسيون سسبونسيون كاين الحزب الام دي اس سسبوندو قبل عنده عام البي اس تي البارتي تاع محمود سسبوندو لا ليغ دي ديفونس دي دروا دلوم سسبوندو كاين واسمو جمعيات واحد اخرين سسبوندو كاين دي سونتين تاع المناضلين تاع الناشطين تاع الحركه في الحبس كاين اللي راهم ما راهمش في الحبس بصح متابعين في هذا الظرف هذايا كاين اقتراح من ناشطين حركيين كذلك يقول لك لازم نستعمل ليشيونس تاع 2024 كفرصه لتجمع المعارضه يعني ونديروا مرشح توافقي على بالنا بلي ما رايحيش نربحو بصح تكون فرصه لفرض السياده الشعبيه لفرض التنقل الانتقال الديمقراطي. واش ترد على الناس اللي يقولوا هكذا؟ خويا العزيز اللي يحب يدير يقول لك المعارضه شنو هي المعارضه؟ ما نعرفوش شنو هي المعارضه اللي هي كانت في الحراك في الشارع هادو كاع معارضين هكذا هادو كاع معارضين وخرجوا هكذا. انايا برايي ما تقدرش دير عفسه وما كي تلعب ماتش لازم عندك اربيتر خاصو كان تولي تجوح لو كان ما كاينش اربيتر تولي تجوح تلعب ماتش تولي تجوح بيت تقول ماشي بيت اي باسي تقول توش ماشي توش اما كاين الشارع ودير افكارك ماشي مشكل بصح ما تقصيريش الشارع تقول لي ما كاينش خاطر كي دير عفسه في الظلمه طفي الضوء وديرها ما لا خلي والشارع هو كيما نقولوا الشمعه هذيك هي الشمعه اللي دير الضوء معك في الضوء هذاك تقدر تكتب تقدر تخطط تقدر دير عفايس ماشي كي يطفيو الضوء يطفيو الشمعه هذه يطفيوها بالقمع تما كيبرزوا افكار شغل
معنا مانيش ضد الافكار بصح حقي ان ما نكونش مع الفكره هذه، هذا من حقي كما نقولوا، ونحكي باب سيفتي انايا، نحكي على روحي انا باش نحكي على الناس ولا نحكي على انايا. ما بانتليش هذيك تاع دير مترشح، حتى انا نشوف انا شفت الفكره هذه هيك، يقول لك نديروا مترشح بين معارضه والحراكيين كاع يروحوا يفوطيوا عليه. خويا حبي دير انت كحزب دير مترشح، جيب المناضلين تاعك ودير بهم وراح يفوطيوا عليك، ما تسييش تركب الموجه وتدير الشباب اليوم برا ولا ما يجوش معاك. انا متاكد انا يعني ماشي زعما متاكد بصفه كما نقولوا، حتى على بالي واش كاين في الميدان. ماناش نهضر باش نهضر بصح عندك حزب. انا ديمقراطي، انا ما كنتش ضد الفكره ولا نقول لك لا ما ديش، انا ماشي ديكتاتوري. بصح لازم ما تكونش ديكتاتوري نتايا، انت عندك فكره طرحتها انا ما قبلهاش، ما تقوليش انت ما تعرفش ونتايا وانت، هذه هي الديكتاتوريه. انت والنظام كيف كيف، انا شوف اللي يدير الديكتاتوريه الفكريه هو والنظام كيف كيف. عندك مناضلين، عندك في حزب تاعك درت فكره طرحتها للشعب، حقك طرحها للشعب ما يقبلهاش، وانت تقول نديرها وحديرها مع المناضلين تاعك، ما تعباش بيها. محمد وعلاه تقول بليك الشعب ما يروحش معاه؟ انا ما قلتش الشعب، انا قلت بصفتي شخصيه، انا نحكي انا روحي كمواطن، انا ما قلتش الشعب، ما نهضرش باسم الشعب كولي حب ولا راح مع الشعب. لا مع الشعب يا خويا، راح مع الشعب داكور، ولا راح مع الشعب يتقدم يديرها. وكما نقولوا انا واش نشوف، نشوف كرأي اي حاجه في كرأي نديرها، بصح شعل الشمعة اللي طفوها عاود شعلها. قال معليه نعطيك انا نجمع لك بين التناقضات، حبيت دير فكره اطرح فكره، وكاين خاطر كاين 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 بزاف افكار. يقول لك انا كان يقول لك انا نديروا مشروع نديروا قدام منه، وكان هذه تاع انتخابات رئاسيه هذه فكره جديده، شغل جات البوز كما نقول السكوب هذه فاهم. وكان يقول لك الشارع، نعرف الحراك الفكره تاع، يقول لك ما نقدرش نخرج انا للشارع بلا والو، ماشي كيما على 4 سنين نخرج عندي وعلي من نمشي. مطروحه الفكره هذه في الميدان، يقول لك انا لازم نديروا عفسه مطروحه في الميدان مع الشباب، ما ما ما, ما, ما عندهم ما منضمين الحزب ما والو عادي تاعتي. انا نقول لك انا ما نروحش، لازمنا مشروع يديروه السياسيين وقدام منه، بعد نخرج للشارع نقاوم على جال عبالي وين نروح، عبالي الدو عبالي ما نروحش تايا هكذاك برك فاهم. هذه عفسه عندنا اهداف عندنا نقاط، هذه معاني معاها. وكان يقول لك انا ما نديرش حتى عفسه حتى الشارع، دير الشارع ودير العفايس تاعك ودير المشروع تاعك، دير الشارع ودير المشروع تاعك. بصح باش تقول لي انايا تحكم لي مرحله القمع، والناس راهي في الحبس، الناس راهي في 300 واحد راهم في الحبس وكذا، وما تقولش كاع المعتقلين ولا بعك يجي يدير لك يقول لك دير السياسه بالمعتقلين. كاش يدير السياسه بالمعتقلين ولا دير السياسه باش تخرجهم، ماشي دير السياسه بهم. انا ضد هذه السياسه، تقول لي باش ندير على بالك على ندير ترشح توافقي، هذا مترشح توافقي باش يروح يهضر في سوء المعتقلين فاهم. صافي دير سياسه بالمعتقلين نتايا، انت هذه كيما نقولوا هذه العفسه كيما نقولوا ندله في السياسه هذه، ماناش ما نخموش بعقلنا ولا هذه اي واحد يفيق لها بلا ما تكون سياسي. وده ما تقولش كلخ للشعب، كلخ لواحد زوج ثلاثه اربعه 10 20 100 1000 تقدر تكلخهم، تقدر تكلخ الشعب اللي هذو اللي كانوا في الحراك، هذو اللي كانوا مر دوز كانوا برا وقعدوا يقاوموا وداروا الارهاب، داروا التهم خياليه ومازالهم يقاوموا. قداش كاع ما عبانهم عليهم من يخرجوا، كما قال خونا، قال اخويا حل الاعلام كي تحنا نشوف الاعلام مفتوح ونشوف بلي اللي ينظم الانتخابات ماشي كما نقولوا حاميها حراميها هو الاخر. تماك انا مانيش ضد الانتخابات، وسيله وسيله ديمقراطيه، ماناش ضد الانتخابات، انا ضد كيفاش تروح الانتخابات، مع ما حنا نروح الانتخابات شكون يحكم لي، شكون ينظم لي الانتخابات، ينظموا لي هاد العفسه. انا ما نقدرش، انا ماشي شواف ولا قزانه ولا، بصح كاينه حاجه لا شغل كيكون ما كيكون واحد معليه. نعطيك سؤال برك، عندك مطرح توافقي اوكي حبيت هذه الفكره، اعطيني البرنامج. اعطيني برنامج، ما عنديش برنامج ما عنديش، كيف ندير هكذا ونروح؟ اعطيني برنامج، انا باك كان عجبني برنامج باك، ما عطيني برنامج، دير برنامج يما برنامج ما كاش، يقول لك انا نديره برك هكذا. لا يما كي دير مترشح دير برنامج، ما كاش برنامج، ما خدموش على البرنامج، يخدموا على فاصد اكثر من اللي يخدموا على الجوهر تاعها.
خدمناش على فاصات، خلاص دوك الشعب وعادك ماشي ديك تاع فوطي عليا يعطيني ديسكور شباب ويصفق لك ويقول هذا ناس ملاح. ما كاش ناس ملاح، ما كاش ناس ملاح السياسه، كاين كاين مشروع، كاين برنامج تاعك. وشنو هو؟ عطيني برنامج تاعك قول لي، وكيقول لك هكذا تقول لي انت ما تعرفش. ايه انا ما نعرفش، معلاه انا ما نعرف، انا ما نعرفش، وعني حر في بلادي ونعرض واش نحب ونقول واش نحب. وكل كل كيجي كيولي الميدان، الميدان هو الشارع، يكرم المرء او يهان، هذه هي كيجي الميدان. انا نحوسو على الميدان، نحوسو انا الحراك عرفتو في 2019 عرفتو الشارع، كاين لاربيت، كاين اللي كيتقول عفسه يا اخي معلا بس هي، واش يقول لك نروحو حوار مع تاع عمار بن يونس. شكون قال لا لا؟ قال الشارع ماش بو ديرنا ممثلين. هذاك مع بالك ما فرقتش بيناتهم، باش ما نغلطش في هذاك الخضاري ولا ما باش انا اسمه، وقال لك واحد اخرين داروا تصورهم، خرجوا بتصورهم زعما. شكون قال لا لا؟ الشارع قال لا لا، وداروهم في التلفزيون بلي هادو ما لي حفروا البلاد، هادو من الحراك. بصح كي خرج الحراك اللي هو في الشارع قال لهم لا لا، راك فاهم كيما انت دير عفسه، خلي الشارع يقول لك ايه ولا قال لك ايه. انا الاولاني اللي نروج لك ليها، ولا قال لك الشارع ايه واش راك دير، والله غير انا هو الاولاني. انا ما نكونش ضد الشعب، جامي نكون ضد الشعب، وجامي ما نديفي عليه. انا ما نديش ذكاء جماعي، انا مش مع الذكاء الجماعي، بارك نكون غلط، بابا نكون غلط، ما معكش انا مقنع بها، وانا نكون بالي بلي صحيحه، وانا نكون غلط. كي نشوف الناس وكما نقولوا كان الضو هذاك اللي يقول لك هذيك الذكاء الجماعي اللي تبنى عليه الحياه ويقول لك اه فيها العفسه هذه، ما نكون ماشي قانع بها، نعفس على قلبي ونجي معاها. خاطر انا ما نكونش ضد الشعب، ما نكونش ضد اراده الشعب، الشعب هو السيد. ما كاش ما ديرليش عفسه وتقول لي الشعب ما يعرفش، ما يعرفش انت، تقول لي الشعب ما يعرفش، ما تجيش معاك تسب فيا، مازال ما ديتها تسب فيا، مازال راك دير لي ديكتاتوريه، ما عندك والو، ما عندك والو، ما عندك لي سلطه، دير لي ديكتاتوريه. كيف راك عاوز انا نامن فيك؟ صافي انت تحكم ولا هما داروا لي الحبس تقتلني انت، دير لي فين قا والاخر. كاين كي تعارض الفكره تاعي يقول لك اما لا خسر الحراك، لا لا خسرت انت يا خسرت انت يا حبيت تلصق في الحراك، اللي خسر لي ولي لي لي جبل اللي حبيت جبل ولا يحب ولا اللي فشل مع روحه وفشل. ما ديرناش بيبليسيتي الفشل تاعو، ما ديرناش بيبليسيتي الفشل تاعو، فشلت فشلت، ما ديرليش بيبليسيتي ولا تقول لي لازم تفشل معايا. انا ما نفشلش معاك، انت فشلت يا خويا انا نكمل، انت فشلت انا نكمل خويا. ديت كلامي نحترموا الافكار ونحترموا نحترموا ونحترموا كاع فكره، مجموع فكره نحترموها، اي فكره ماشي لازم نكون معاها باش 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 ما نحترمهاش، ما يكونش معاها نحترمها بالصح. حتى انت تحترم الطرف الاخر، ماشي تقول لي وانا رايي يكون الشارع دير انت. وعلى ما يهضرش على الشارع يقول لك ما خرجوش الشارع، لا لا نخرجش على حريتي يا اخي. صافي انت تقول لي لا لا خلاص الشارع، انت ديكتاتوري هنايا، انت ديكتاتور تقول لي ما كاش الشارع، انت محكم سلطه تقول لي ما كاش الشارع. صافي كي تحكمها نخرج مسيره تقمعني نتايا، انا كيف تقول لي لا لا الشارع خلاص خلاص الشارع، كيفاش خلاص الشارع؟ شكون انت؟ انا حريتي حريه نخرج الشارع، واش كنت تقول لي انت معايا وكنت في الشارع وتقول لي ما خلاص الشارع، ما دير الشارع، الشارع ماشي حل. انت ديكتاتور نتايا، انت جلبتك ترق ويحيى، انت اكثر من ويحيى واكثر ما متبون واكثر ما اكثرش نقري اكثر منهم. ما تقول لي هما كيقول لك يقول لك مسيرات سلميه، يديروا سياسه، يقول لك مسيرات حراك مبارك ويقمعك منها. انت تقول لها ديرك، تقول اقمعني ديرك، انت بالك ماشي منافق كيما هما بصح تقول او يقمعني ديرك. تحب يقول ما نقولوش، ما انا ضد انواع كاع ديكتاتوريه، ما من ديكتاتوريه الفكريه اللي تاع توصل لي ولا غاسل الدماغ اللي تاع تروج لي تاع دوامي تقبل الرقام. هو هذيك بكري، هذيك في الحرب تاع اسمه تاع امريكا وكوريا بكري في الخمسينات، ماشي دوكا راك فاهم. دوكا الناس راهي والله في اليوتيوب تشوف نص ساعه راك قريت كتاب. بيقول انا ما انا نشوف اي حاجه، اي فكره حقه يدير اي فكره، وبدايا اي واحد يدير فكره. انا هي فكره تاعي الشارع، انا كيولي الشارع نطرح افكاري ونطرح افكار كما نقولوا اكاديميه، كاع نخدموا كاع نعرفوا نخدموا، ما نهضروش برك هنايا. نهار يكون شارع ما نطرحهاش انا والشارع والشعب، ما كاش اللي يوافق لي عليها ولا يكون ضدي، ما نديرهاش في الغم. انا كي يكون شارع نطرحه، انت طرح وانا نطرح افكار، ونجو بالافكار، ما نجوش كي ولا كي يولوا مسيرات. شوف شاءوا ام ابوا كاع الناس مجمع نخص النظام، ما غير المسيرات اللي يولوا، كي يولوا مسيرات نولوا بافكار ونولوا ببرنامج، وبرنامج 1 2 3 اهداف اهداف، نجو اهداف، ما نمشوش برك. كان يقول لك راكو تمشوا برك، ما راش اوكي كنا نمشوا، كنا 20 سنه ما نعرفوش ما هذا مسيره، كنا نتكونوا ما كناش نمشوا، كنا في التكوين، كل عفسه عندها التايمينغ تاعها ولا. ودوكا الناس تشوف النقاشات هذوك، صح بالك العام الاولاني كانت عندنا حساسيه، اللي طرح فكره
يصوتيو عليه، يقول لك ها مع صح كانت حساسيه، كانت حساسيه ما كانش تكوين كبير كذا، بس عندك 4 سنين راهي بان مقولوش تكوين كبير ولا 4 سنين، كاين الناس عندها 60 سنه يتناضل وما تقولش بلي عندها تكوين ولا. بصح كانت العام الاولاني اي فكره مقصيه، اي فكره مقصيه، بصح دوكا الناس راهي حراكيين راهم يهضروا في الافكار، واحد يقول لك انا كي نخرج نخرج على نقاط نخرج كدايا، مثلا حد ما كاش ما يقولكش انا ما نخرج، انا ما نخرج ما نخرجوش، انت تخرج ما تعرفش شكون انت باش تقول ما الشعب ما تخرج شكون انت، كانوا يخبوا علينا من الكازيرنات بالقوه تاعهم بالاخر وواجهناهم ونخرجوا، كي نحبوا نخرجوا نخرجوا ويحبوا يقتلونا كاع، انت تجي تقول لي البيرو تاعك وتقول لي لا لا ما تخرجش وتقول تخرج معايا، انت دير اكثر من النظام، انت حبي يقول النظام واش ما دارهاش كديرها نتايا، واش ما دارش النظام راك ديرها نتايا، خويا طرح الفكره تاعك وكي ما نكونش معاه حقي ما نكونش معاه، هذه الحريه، وكيما وكيكون معها الشعب حقه يكون معها الشعب، وكيما يكونش معها الشعب ماشي ما يعرفش حقه يكون معها، يعرف يشوف يميز، كاين الناس في الحراك، انا جديد، انا بيبي في النضال، كاين الناس عندها 60 سنه يتناضل، كاين الناس عندها 40 سنه، كاين الناس عندها 30 سنه ما ما, ما, ما ماشي اللي تغيب لهم ولا، انا نشوف الذكاء الجماعي قال باللي نروح العفسه انا معاه، وانت لو انت تشوف الذكاء الجماعي هذه وين صونديه، ما صونديش فيسبوك انايا، صونديه في الشارع، انا في الشارع صونديه، اطرح افكارك وقول على ما يطرحوا افكار وما يقولكش، يقول لك مترشح تاع توافقي تاع دومي فاتا، بصح قول مع الشارع، على الشارع قول نخرجوا الشارع ونديروا هكذايا، الشارع يحبوا كاع يجبدوها الطرف، حبي يقول لك تفاض الضوء الظلمه تاع القمع قاعد مشغول ذلك تاع ترموا لي كارت، لي كارت ما نجي نقول لي كارت طريقه زعما لي كارت زعما تاع النظام، لا لا لي كارت تاعهم كسياسي ولا، على كي كان الشارع برا ما تلقش لي كارت هذا، على في الانتخابات الاخرين ما تلقش الكارت هذه، كي الشارع ما تخاف من الشعب، انت سياسي تخاف من الشعب، على وين الشجاعة؟ ولا كي الشعب موش برا تطرح الفكره هذيك، على كي يكون الشعب برا ما تقولش الفكره هذه، تويتر في بلاكه ونظام فاسد وما كانش انتخابات وما كاع رفدوا بلاك ما كانش انتخابات، 4 سنين هما رافدين بلاك ما كانش انتخابات، كي قمعوا الشعب ودخلوا للدار ولاو كاع حبوا له رؤساء، كاع ولوا رؤساء، وكما نقولوا انا مانيش ضد ومانيش مع، انا ضد الفكره هذه ومانيش مانيش مع مانيش ضد الفكره هذه، ماشي حبي يقول ضد الافكار ولا ضد الفكره هذه، حقي ضد الفكره هذه، ما نقدرش نكون ماشي لازم نكون معاها وما نكونش معاها، والشعب يقرر ولا الشعب كان معاها، انا ما نوليش من بعد، انا ما عنديش حق نقول نقدر نكون ماشي معاها نقعد ماشي معاها، هذه هي حقي، هذه هي، بصح ماشي حبي يقول انني نقرر، انا مانيش نقرر وماني نكسر ما والو، انا نقول كيما انت عندك حريه طرح افكار، انا حريتي نطرح افكاري، انت عندك حريتي نطرح اطروحه تاعي، ولا اطروحه اللي ما تساعدكش ولا اللي ما تساعدش ما بايش انا فيها، انا اطروحه تاعك ما ساعدتنيش، وانا نقول لك باللي نحترمك وكدا بصح ما ساعدتنيش، فاهم، وانا كي نطرح الفكره تاعي وما تساعدكش تقول انت ما تعرفش، وانت يا راهم يمشوا فيك من الهير ويقول لك فلان ما يقول لك لا، هذه على درس معناها من النظام، هذه انت تابع فلان وانت تابع فلان، لا لا هذه الهضره، انا في الخفاء ولد صغير، انا ماني طامح سياسيا، ماني حاب الاخرين، نضل برك على بلادي كشاب جزائري يقول لك هذا لا لا هذا تعادو هذا تعادى هذا تاع الاخر هذا تاع الاخر، اوكي انا تاع الجزائر، انا تاع الجزائر وانا عندي وش افكاري وش نقنع نقولوا فاهم، واللي ما احترمش افكاري نحترم افكاره، ما هو ما يحترمش تحسب عليه برك، هذا ما كان تحسب عليه، انت اللي ما تحترمش افكاره مش ديمقراطي، انا نحترم كاع الافكار، واللي ما يحترمش افكاري تحسب عليه، ولا تقول لك افكاري كشخص ولا ك اللي خم كيما انا ولا فاهم، هذا ما كان، هذه يا خويا عزيز انا نشوف انا اشتد النار مليحه الصوب باش نهضر عليها نفسها، انا شفت الفكره هذه وشفت كيف ما طرح ما يعرفوش يطرحوا الفكره، طرح ما يعرفش يطرح فكره، طرحها بتكبر، طرحها باستعلاء، طرحها باستعلاء على الشعب، كاين بزاف اللي طرحوها الفكره، بيان سور انا باعي انا فاهم، كاين اللي طرحها القاضي احسان ياو في الحبس للبروسي تاعو غدوه، لا واسمو لو فيرديكت يكون غدوه، هو كان طرح الفكره تاعو في الفكره هذه في ما قالش الشعب ما يعرفش، ما قالش الشعب ما يعرفش بيان سور، ما طرحها وخليها للشعب طرح الفكره تاعو حريته، بصح ما قالش الشعب ما يعرفش، وانتوما ما تعهدتوا ما قتلت انتوما على جالكم اللي مات الحيره كيما جيتوش مع الفكره تاعي، لا لا
عادي ماشي نرجسية، هذه سكيزوفرينيا، هذه سينا راح ندير درد حسين قبل بعد نديروا السياسة. لازم اخصائيين في درد حسين نديروا السياسة خويا العزيز، اسمح لي، ماشي هي السياسة تاع انا وبعد طوفان ولا فكرتي وطوفان. قول لك انا يرجع للميدان يكرم المرء او يهان، الشعب راه هو اللي يقرر، الشعب هو اللي يقرر، ما كاش واحد يضر في بلاصه الشعب. يعطيك الصحة. تطرح سياسي حقك تطرح، وحق الشعب ينتقدك، وحق الشعب ينتقدك ويجمع الفكره تاعك ويبدا. انا شوفوا في دول واحده اخرى، فرنسا ولا الانجليز ولا، شوفوا الرئيس تاعهم يسبوه كاع، ماشي يقول له ميرسي، يبدا يقول له ما تقلقش قدام منه. انت مازال حكمت رئيس ضبط الفكره تاعك، شغل رديت الناس كاع ما تعرفش، والحيره فشل نار يقولوا المسيرات، تقول الحيره كشل كمل فيها هذا ما كان. ماشي زعما نقول لك كمل في الفكره تاعك ومليحه، واحد نورمال يقول غلط يولي صحيح، يمشي تصف الشعب اللي هي ماشي تباع، يقول لك انا ما ندير الشعبويه، ما تباع الشعب، ماشي ما تباع الشعب، انت واحد من الشعب، انت تطرح افكارك فقط، انت ما عندكش تمانيبيليش، تسيش مانيبيلي، تسيش مانيبيلي كاع نعرفوا الخطابات ونبداو نهضروا ونبداو نديروا لي لايف، نديروا لي لايف في يوتيوب، نديروا لي لايف ونبداو نهضروا، قعدوا غير نهضروا نديروا 20 واحد كل يوم نديروا لي لايف ونبازيو على فكره واحده، وروح انت واحد بس عيما، وروح انت واحد بس وشوفوا الشعب عمن يجي، ما عرفوش يعرف الشعب يعرف ولادو من الاخر. هذه هي شبين لنا. يعطيك الصحة محمد، دونك سي لا فان تاع ليميسيون هذه، جو سي با موان دو d'un petit mot de 30 secondes, une minute, là, comme un petit mot, Mahmoud ou Mohamed, sinon on va clore l'émission. Dis-moi, je pense que c'est un peu plus de choses que nous avons fait pour les réfugiés. Je pense que nous pouvons nous faire un peu plus de choses. صفة جزئية نقدر نقوله نجح، ماهوش برك طرد بوتفليقة مجموعة اللي كانت معاه فقط، ولكن أيضا في هذه التجربة، باسكو هذه تجربة جماعية، سي اون اكسبيريونس كوليكتيف تاع الشعب الجزائري، ونقدر نقولوا باللي شغل الحراك سمح ماهيش بالورط، ولكن يعني رسم بداية تاع معالم تاع حلم جماعي تاع الأغلبية، ماهوش تاع كل، ولكن تاع أغلبية، وكان غاب كوليكتيف نوتامون سور لي كيستيون ديموكراتيك، مستوى تاع المطالب الديمقراطية. نظن بلي الحراك جاب لنا قفزة نوعية في الوعي، أنا حولي يعني عايش في الجزائر العاصمة، وين نقضي، وين نركب، وين نعاشر مع أصدقائي إلى آخره، يعني الفكرة العامة ما هيش فكرة نتاع إنهزامية، هي قد غيزينياسيون كما يقولوا، ما كانش إنهزامية في الذوات تاعنا في الأفكار، ولكن كاين نوع من التراجع، لأن هذاك اللحظات تاع الحراك إلى آخره خرجنا منها، يعني لازم ثاني يكون عندنا الذكاء وتكون عندنا يعني سعه النظر باش نشوفوا بلي واش راه جاي لقدام، ما نقدروش نقولوا الشكل نتاعو بصفه خاصه الاشكال النضاليه اللي راهي جايه، ولكن نقدروا نقولوا شيء مؤكد منه على حساب رايي، هو ان عرفنا قفزه نوعيه في الوعي، هي اون بروغريسيون كواليتاتيف لا كونسيونس عند الشعب الجزائري بصفة عامة، وهذه القفزة النوعية هذه في الوعي يعني رايحة تساعدنا كثير في المستقبل، يعني لازم أيضا نقولوا بلي الحراك واش شفنا واش سمينا حراك إلى آخره، هو تجربة ناجحة في بعض المسائل، ما نجحناش في فرض تغيير النظام الجذري، لأن الحراك كان عنده هذا الديناميكية، خلق ديناميكية تاع التغيير الجذري شانجمون راديكال يعني تاع كاع النظام، يعني الكفاح راهو القدام، فكره الاستقلال تاع الجزائر بدا الحركه الوطنيه جابتها في 25 26 نجم شمال افريقيا حتى 62، يعني قريب 40 سنه ولا 50 سنه، يعني الكفاح هو مسارات
قبيل ذكرنا 80 ذكرنا اكتوبر ذكرنا يعني هذو تراكمات دي زاكوميناسيون يعني التجربه تتراكم وتمد النوع تمد يعني الكميه تاع التجارب تمد النوعيه في يوم في وقت ما. ودونك هذا في حد ذاته يعني الحراك غدو مقبله. قلت من التدابير الاجتماعيه تاعهم تاع كذا تاع يعني عدة مسائل اللي قاموا بها هي يعني شغل خوف من هذا من الضغط المد يعني لوند جحيرات كي ترمي حجره في الماء ودير هذوك الدوائرات يعني لوند هذيك يعني لي زوند هذوك مازالوا تاع تاع الحراك اللي ولكن اختاروا القمع يعتقدوا بلي بالقمع يعاودوا لا ريستوراسيون دو ريجيم يعني يعاودوا يشكلوا النظام الى اخره وبالقمع يعني يقدروا يسيطروا يعني ويسيروا ويحكموا الى اخره. هذه ماهيش ممكنه التاريخ يبينها في كاع العالم. مش عارف الى نابليون شكون اللي قال لهم قال لهم اون بو تو فيغ افيك اون بايونيت يعني بالمعنى تاع السلاح يعني قالوا اون بو تو فيغ افيك اون بايونيت سوف ساسوار دوسو قالوا اون بو با اسوار دونك ان ريجيم او كوا كسو سوا دوسو اي دونك يعني الشعب الجزائري بين بلي راهو تواق للحريه وممارسه سيادته الى اخره. هذا عامل سياسي وعامل يعني نضالي لازم نقوموا به. وانا درت اقتراحات من قبل نعاود نذكر بلي لازم جبهه ديمقراطيه تاع كاع القوى والمواطنين والتيارات والجمعيات والنقابات كل اللي يشوفوا بلي لازم نسترجعوا الحريات ونسترجعوا هذه السياده الشعبيه ونسترجعوا لازم اليوم قبل غادي شنو هذه باش نفرضوا هذا الطموحات ونفرضوا باش بلادنا تكون الشعب الجزائري يعيش حر وكريم ورافع راسه كما يعني كل التطلعات تاعو كانت من جدودنا. وثاني باش يعني بلادنا تتقدم وتتطور باش اولادها ما يموتوش في البحور وما يموتوش في بالمهلويسات وما يموتوش. دونك لازم نبنيو الجزائر واقتصادها يكون قوي والخدمه تكون لاولادها والسكنه وللوازير والمساواه ما بين النساء والرجال باسكو راهم في الحباس راهم كيف كيف البارح في الجبل كانوا كيف كيف حاسب بن بوعلي ولا الى اخره. دونك يعني المساواه بين النساء والرجال الى اخره يعني كل هذه التطلعات الحقيقيه العميقه يعني تاع الشعب الجزائري نحقوها اذا امنا بلونغاجمون اللي كان يتكلم عليه محمد توتالور الى جيت التضحيات الى اخره. هذه هي يعني هذا هو الكلمه الاخيره اللي نقولها. وانا متفائل بزاف يعني في اوبتيميست في الكفاحات نتاعنا تاع غدوه وغير غدوه لان يعني الطريق مازال الامام. ويعطيكم الصحه على يعطيك الصحه نتايا. ونتمنى مع محمد باش تكون عندنا علاقات جسبير علاقات نتبادلوا الاراء نشوفوا يعني في المستقبل القريب. هذه هي وامتياز سعيده لكم كامل اللي تابعونا وشكرا على محمود بكلمه لمحمد ولا عندك كلمه الاخيره وكاين الانترنت محمد الانترنت قال لك ولا قادرين نسمعوا ان بويم هكذا ان بويم نسمعوا بويم بيان سور ان بويم تاع محمود تالي لازم لا حاجه بنقولها لو كان الحراك ما نجحش يقول لك ما نجح ما نشدو هكذا نقصروا امور ولا ندافع الافكار ونجي نهضروا على ولا نناقشوا افكار ما نش نناقشوا الاشخاص باش ما ندوش حساسيه نناقشوا الافكار فقط هذا ما كان. وكان الحراك ما نجح ما رانا نشدو كان في هذا المنبر ولا نقصروا ورانا هكذا قبل 2019 ما نشوفوش هذا المنابر وما نشوفوش كيما كاين المنبر كاين الاف المنابر هكذا اللي راهم يديروا كاين اللي يبتوهم كاين اللي ما يبتوهمش كاين اللي يهضروا ميسنجر كاين اللي يهضروا بيناتهم في القهوه كاين هكذا. حاب يقول الحراك مد هذيك الشعله تاع السياسه تاع الديمقراطيه تاع انسان ولا يهضر على بلاده في السياسه يهضر. الحراك نجح كما نقدرش نقولوا ما نجحش. ونكمل بشعر خوتي برك هذا ما كان يقول لك لعنوكم الجبال وتحالفوا عليكم الجيال في الارض المغدوره كيف تحنا لهم الحبال ولاو علينا غوال والسبايب ماشي معدوره بلغوا جدودنا السوال وحكوا لهم على الاحوال الجزائر راهي محقوره ياك حكموها الجهال داروا العدل تحت المال والحريه محظوره غير موضوع بان بيناتنا يفصل وسخسو زيغود ولا يقبل بلاد تكون مقهوره
روح حاسبه كيتعول وعمر الصغير ما يندل في المعركه المشهوره لعنكم الجبال وتحالفوا عليكم الجيال في الارض المغدوره وليد نجمه وهلال فيها نرياح نسال بدم جدي اللي راهي مسطوره. وتحياتنا لكم كاع واليوم يشوف فينا ويعطيكم الصحه خاوتي. يعطيك الصحه محمد. Je sais pas, Mahmoud, j'ai posé la question, j'ai lancé la balle à Gréa, ou là, on dit que... Les parents, tu as une chanson, tu as dit que tu as... Oui, je... Oui, oui... Faudal. Bon, on... Tchersit l'gouel, ou rabit l'jbel, bent ni ben madia, ben ou l'gouel. والشمس تسرسبت ما غطاها غربال وانا زدت وصحيت وبغيت نقول انا عمري ما كنت مسؤول انا لهالدار صوتي يهدر ساكت متوسد همي الرفيق ليا ثابت جهدي معصور حتى قشوره ذابت وكي عولت نهدر تلفت في النقول انا عمري ما كنت مسؤول انا ياك جوعي جاع معايا وكي عرايا برد لبستوه شقايا فراشي حرقتوه وسجنتو غطايا وكتبتو حياتي نحفظها قزول انا عمري ما كنت مسؤول انا شكون شاورني نهار زرعتو وانا شكون سال عني نهار حصدتو انا درت رايكم ورايكم اللي درتو انا ما شريت غاز ما بعت بترول انا عمري ما كنت مسؤول. يعطيك الصحة برافو يا زين. يعطيك الصحة برافو برافو في زوج على كل حال. ميرسي محمد يعطيك الصحة محمد. Tu nous as donné beaucoup de ton œil. يعطيك الصحة محمد. Bon courage et à bientôt. Je sais pas, il y a le téléphone بلاك on pourra l'échanger مع رابح si c'est possible. Oui, oui. Pour qu'on puisse se contacter si tu veux bien محمد. Bien sûr خويا. Non, Facebook Messenger. يعطيكم الصحة يعطيكم الصحة ميرسي اوز انترنت بونسواري صحة سحوركم صحة فطوركم ابيانتو محمود ابيانتو